اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج زملكاوي على شاشه قناه نادي الزمالك العظيم. النهارده ان شاء الله حلقه هتكون مليئه بالملفات الهامه وبعض الاخبار الساره اللي هنقولها معاكم، وهنناقشها ايضا في الفقره الحواريه مع ضيوفنا النقاد الرياضيين الكبار الاستاذ مصطفى جويلي والاستاذ ايهاب الفولي والاستاذ محمد نبيل. افعال لا اقوال، على ارض الواقع المستشار مرتضى منصور بينفذ وبيحل وبيوفي، مش مجرد كلام وخلاص. انتهاء أزمة سفر بعثة فريق اليد للسعودية لخوض منافسات البطولة العربية والمؤهلة لكأس العالم. الزمالك بقيمته الكبيرة التي لا يدركها الكثيرون بسبب الأزمة المالية كان مهدد بعدم السفر للسعودية لخوض البطولة العربية، ولكن لأن المستشار مرتضى منصور بيدرك قيمة نادي الزمالك جيدا، كان أول بل الوحيد من قام بالتدخل لحل هذه الأزمة. المستشار مرتضى منصور وعد فأوفى بالفعل بعد ما قرر الاعتذار عن التواجد في منصبه كرئيس لنادي الزمالك، لكنه في تصريح تاريخي هيتذكره الملايين بعد مئات السنين بأنه سيظل يخدم النادي حتى لو بدون مناصب، لأنه فعلا رجل لا يحتاج للمناصب، وبالفعل هو من قام بحل أزمة سفر فريق كرة اليد، وقبلها في اجتماعات مستمرة مع مجلس إدارة نادي الزمالك لحل الأزمات المالية للنادي. المستشار مرتضى منصور هو رئيس للزمالك، خدم النادي على كافة الأصعدة رياضيا، النادي حقق كل البطولات في كافة الألعاب المختلفة. اجتماعيا هو من قام بتطوير نادي الزمالك من الإنشاءات الحديث، نادي الزمالك الحديث من الإنشاءات طبعا، والنهضة الإنشائية اللي عملها الغير مسبوقة في تاريخ النادي. ودلوقتي وهو بعيد عن المناصب بيظل يخدم النادي. شكرا للمستشار مرتضى منصور. لكن بعيدا عن المستشار مرتضى منصور، تخيلوا كده نادي الزمالك بقيمة وعراقة واسمه الكبير كان مهدد بالسفر لخوض البطولة العربية، ومحدش وقف جنب نادي الزمالك خالص. عشان كده المستشار مرتضى منصور رئيسه تدخل وحارب في الفترة الأخيرة في كل اتجاه، كان بيفضل يتدخل ورا نادي الزمالك لحل أزماته الموجودة داخل نادي الزمالك. في نادي في العالم تخيلوا كده واجه كل هذه الأزمات اللي بيعاني منها الزمالك في الأعوام الأخيرة؟ هل في نادي في العالم بيتم الحجز على كل أمواله طوال المدة دي؟ هل في نادي في العالم بيتم القيد بيقف عنده ولعبته ما بنستفادش منها في الفترة اللي بيتم فيها القيد؟ هل في نادي في العالم بيتم حبس رئيسه وعزله وإحباطه لعرقلة مسيرته؟ ورغم كل ده هيفضل نادي الزمالك كبير مهما حاول البعض إيقاف مسيرته، لأنه نادي تاريخي هيفضل نفوز ببطولات، وهيفضل نادي الزمالك كبير رغم أنف الحاقدين، هيفضل نادي الزمالك بطل حتى لو كانت الأيادي الخبيثة بتوزع سمومها داخل النادي وبين جماهيره، لكن بتر الأيادي الخبيثة هيحصل واللي هيفضل هو نادي الزمالك. عايز أقول لكم إن إحنا لازم نكون داعمين لنادي الزمالك الفترة الأخيرة، ولازم طول ما احنا موجودين هنا في قناة نادي الزمالك هنكون مساندين لنادي الزمالك في ظل الأزمات اللي بيواجهها. نادي الزمالك بيواجه أزمات كبيرة جدا يا جماعة، لازم كلنا نكون واقفين جنب فريقنا، لازم نكون واقفين جنب مجلس إدارتنا برئاسة المستشار مرتضى منصور اللي دايما واقف وهو بعيد عن النادي وطرق منصبه، ولكن رغم كل ده مستمر في اجتماعات مع مجلس إدارة دايما، ومستمر دايما في حل الأزمات اللي بيواجهها نادي الزمالك. أنا كده خلصت الإنترو بتاعي، هاخد فاصل قصير وارجع نكمل أخبارنا في زملكاوي. We'll be right back.
اهلا بكم من جديد. تعالوا نبدا اخبارنا في زملكاوي، واول الخبر معايا النهارده انتهاء ازمه سفر بعثه اليد لخوض البطوله العربيه. اعلن نادي الزمالك عن انتهاء ازمه سفر الفريق الاول لكره اليد بالسفر للمملكه العربيه السعوديه من اجل المشاركه في البطوله العربيه المؤهله لكاس العالم للانديه. وتدخل المستشار مرتضى منصور لحل ازمه سفر الفريق الاول لكره اليد بعد ان وجه أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور في حجز طائرة للفريق للسفر إلى المملكة السعودية للاشتراك في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم. ولقد نجحنا في حجز طائرة للفريق تنقلهم إلى السعودية في تمام الساعة 2 صباح غدا. تاني خبر معايا، الزمالك يجدد عقد أحمد الأحمر. نجح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد نجم الفريق أحمد الأحمر، نجم فريق طبعا كرة اليد، بالقلعة البيضاء. وعقد أحمد مرتضى منصور جلسة مع الأحمر قبل سفر الزمالك للسعودية لخوض البطولة العربية للتأكيد على حل كافة العقبات قبل سفر الفريق. وتم الاتفاق خلال الجلسة على توقيع عقود جديدة بين نادي الزمالك واللاعب بشكل رسمي. وزي ما انتم شايفين كده صورته مع الأستاذ أحمد مرتضى منصور، طبعا عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصلاة. وطبعا أحمد الأحمر نجم كبير في نادي الزمالك، نجم في كوماندو اليد نادي الزمالك، ليه صولات وجولات وإنجازات كبيرة جدا. أحمد الأحمر تاريخ كبير جدا في نادي الزمالك، سطر يعني تاريخه بحروف من ذهب. أحمد الأحمر قيمة وقامة طبعا، وقدر طبعا أحمد مرتضى يجدد عقد أحمد الأحمر، وهيكون إضافة طبعا قوية كقائد للفريق في الفترة القادمة. مباراة الزمالك في البطولة العربية لكرة اليد، الزمالك أول مباراة هيواجه وفاق عين توتا الجزائري الأربعاء 16 أغسطس الساعة 11 صباحا. تاني مباراة في البطولة العربية الزمالك أمام العرب الكويتي يوم الخميس 17 أغسطس الساعة 1 ظهرا. تالت مباراة الزمالك هيواجه الهدى السعودي الجمعة 18 أغسطس الساعة 7 مساء. الزمالك أمام الشعلة اليمني، ده آخر مباراة هتكون يوم الاثنين 21 أغسطس الساعة 4 ظهرا. إن شاء الله نتمنى التوفيق لفريق كرة اليد لنادي الزمالك، نعمل بطولة قوية جدا. أنتوا عارفين نظام البطولة مجموعتين، كل مجموعة أربع فرق هيصعد، طبعا الأول أربع فرق هيصعدوا في كل مجموعة كده، هيبقى دور طبعا الثمانية وخروج المغلوب. هتكون بطولة قوية جدا في السعودية، دي المؤهلة، البطولة دي هتكون مؤهلة لكأس العالم اللي برضه هتكون في السعودية الفترة القادمة. مباراة الزمالك زي ما قلناها. معايا خبر بقى كمان، تقرير مفصل لأسوريو عن مصابي الزمالك. طلب الكولومبي خوان كارلوس أسوريو المدير الفني للزمالك من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة من أجل الاطمئنان على حالة المصابين قبل العودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة. ويسعى أسوريو للاطمئنان على آخر التطورات الخاصة بإصابة مصطفى شلبي وأوباما ومحمود علاء، بالإضافة إلى حالة محمود حمدي الونش. ويعاني أوباما من مزق في العضلة الأمامية، ومصطفى شلبي كسر في وجه القدم، ومحمود علاء كان بيعاني من إصابة في أنكل القدم. ونقل يعني، والدكتور محمد أسامة عايز أقول لكم إن هو اتكلم مع المدير الفني، أكد كمان إن محمود علاء ومصطفى هيكونوا جاهزين بشكل يعني رسمي إن شاء الله للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة. وطبعا الدكتور يعني اتكلم على حالة الونش وقال إن هو بيسير بشكل طيب في برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الصليبي. وأنا كنت بتكلم مع الكابتن عبد الواحد السيد قبل ما أدخل على الهوا، بطمن على حالة محمود حمدي الونش، وأكد لي إن هو في الإمارات دلوقتي وهيعود في نصف سبتمبر القادم. ان شاء الله هيكون بقى في المرحله الاخيره من التاهيل بالكره، قبل طبعا يعني المرحله النهائيه تدريبات الكره، بعد ما خلص طبعا التاهيل الاولاني طبعا اللي عمله بعد اصابه الرباط الصليبي. ان شاء الله هيكون جاهز مع الفريق، والفريق هيرجع اول الشهر القادم، مش هيكون الرجوع يوم 25 اغسطس زي ما احنا عارفين، هيكون اول الشهر القادم التدريبات. طيب، محمود علاء بيتعافى من الإصابة. تعافى محمود علاء مدافع الزمالك من الإصابة التي كان بيعاني منها طبعا في الكاحل، واللي بعدته عن منافسات البطولة العربية. وأنهى المدافع برنامج تأهيلي في الفترة الماضية وأصبح جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد. وأصبح محمود علاء جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب فترة الإعداد، بعدها اطمأن الجهاز الطبي على تماثله للشفاء من الإصابة بنسبة 100%.
الزمالك يؤجل حسم مصير اللاعبين الشباب انتظارا لتقرير أوسوريو. أكد مسؤولي نادي الزمالك أنه لم يتم حسم مصير عدد من اللاعبين الشباب من قطاع الناشئين انتظارا لتقرير الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. وانتشرت بعض الأنباء عن رحيل عدد من اللاعبين الشباب في الساعات الأخيرة عن صفوف نادي الزمالك. وينتظر مسؤولي الزمالك الحصول على تقرير أوسوريو بشكل نهائي من أجل مناقشة مصير العديد من اللاعبين الشباب الذين لم يتم قيدهم في القائمة الأولى. الزمالك يتمسك باستمرار زيزو. تمسك مسؤولي نادي الزمالك باستمرار أحمد مصطفى زيزو في صفوف الفريق القروي خلال الموسم المقبل بعدما تلقت إدارة النادي عدة عروض أوروبية للاعب. وعقد مسؤولي الزمالك جلسة خاصة مع زيزو تم خلالها اختاره بتمسك النادي به كونه أحد العناصر الأساسية. ونرجع بقى نستقبل الضيوف الكبار، النقاد الكبار الرياضيين اللي هيكونوا معايا النهاردة، النقاد الكبار الأستاذ عبد الشافي صادق والأستاذ مصطفى جويلي والأستاذ محمد نبيل. يعني طبعا إن شاء الله هتكون الفترة بعد الفاصل طبعا هنتكلم معاهم عن كل ما يدور داخل نادي الزمالك والملفات المهمة جدا مع نقادنا الكبار الرياضيين أستاذ مصطفى جويلي وأستاذ إيهاب الفولي وأستاذ محمد نبيل. على الرغم من قصر الفترة التي قضاها داخل صفوف فريق الكرة بنادي الزمالك إلا أنه ترك بصمة واضحة وقاد الفارس الأبيض للعديد من الانتصارات والبطولات ليكون واحداً من أبرز لاعبي الكرة الفلسطينية في تاريخ الدوري المصري هو هداف الزمالك السابق مصطفى نجم. وماشي مصطفى وسريع مصطفى وسريع مصطفى وبيلعب الكرة بالعرض جوه جول جوه جول حلوة حلوة حلوة. ويحتفل مصطفى نجم اليوم 24 من فبراير بعيد ميلاده 57 حيث ولد في ذلك اليوم من عام 1966. مصطفى نجم اسم على مسمى، فتوهج القناص الفلسطيني في قيادة خط هجوم القلعة البيضاء على مدار 3 مواسم متتالية في الفترة ما بين عامي 90 و93، وساهم في معانقة النادي الملكي للقب الدوري في مرتين فضلاً عن لقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري. مصطفى نجم طرق أبواب الدوري المصري بانضمامه لصفوف الاتحاد السكندري وهو ابن 20 عاماً قبل أن يخطف أنظار مسؤول القلعة البيضاء بتألقه بقميص زعيم الثغرة. 15 هدفاً كانت شاهدة على تألق مصطفى نجم خلال مشواره مع القلعة البيضاء، يأتي في مقدمتهم هدفه الشهير بشباك الأهلي الذي حسم به الزمالك قمة الدور الأول للدوري الممتاز موسم 1992-1993، حيث حفر الهداف الفلسطيني اسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة اللاعبين الأجانب المسجلين في الدرب القاهري. وداخل رضا وبيلعبها حلوة في العارضة ويتابعها جول مصطفى نجم. وسلك مصطفى نجم المجال التدريبي عقب اعتزاله، حيث تولى تدريب عدة أندية فلسطينية أبرزها الصداقة والهلال وأهلي غزة، بالإضافة إلى شغل منصب المدرب العام لمنتخب بلاده، فضلا عن العمل مدربا بقطاع الناشئين بنادي الزمالك على مدار سنوات عديدة. جماهير الزمالك لم تشعر مطلقا بأن مصطفى نجم لاعبا أجنبيا أو غريبا على قلعة ميت عقبة، فاعتبرته واحدا من أبناء النادي الذين تربوا بين جدرانه وأحد أنجب تلاميذ الخط الأمامي لمدرسة الفن والهندسة خلال فترة التسعينات، ليكون مصطفى هو النجم المدلل لدى أنصار النادي الملكي. رجعنا لكم من جديد، والفقرة الأخيرة فقرة طبعا النقاد الصحفيين الكبار اللي مشرفيني دلوقتي الأستاذ محمد نبيل. شرفتني، أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بيك يا سيد، أخبارك إيه؟ أستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، برحب بيك. أهلا بيك يا سيد، الحمد لله. أستاذ مصطفى، هبدأ مع حضرتك وتعليق حضرتك على أزمة طبعا فريق كرة اليد والسفر للسعودية وطبعا تدخل استشار مرتضى منصور لحل هذه الأزمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أقول لك إن يمكن الناس شغالة من
أكتر من أسبوع على موضوع اليد دوا، وإحنا يمكن قاموا بإنهاء الإجراءات كلها، إجراءات السفر سواء استخراج التأشيرات أو سواء المخاطبة اتحاد الكرة اليد، كان في مفاوضات معاه حوالين المستحقات الخاصة بالمدرب الأسباني اللي هو بيدرب دلوقتي في السعودية. كل شيء كان جاهز، يعني كل شيء كان جاهز. يمكن في ناس طبعا أعتقد إن في ناس هتبقى زعلانا ان الفريق مسافر، ان هم كانوا مستنيين الفريق ما سافرش عشان يكملوا الشغل بتاعهم، شغل طبعا الكتائب وانتقاد مجلس الاداره وانتقاد احمد مرتضى. لكن الناس اللي كان عاجبني في هذه الازمه ان ما كانش حد بيرد. يمكن احمد مرتضى كان شغال، يمكن شغال ليل ونهار في هذه القصه مع حماده عبد الباري، التواصل مع المستشار مرتضى منصور في انهاء هذه الازمه. القصة كلها ببساطة أني الزمالك توصل لاتفاق مع المدير الفني الأجنبي أنه هو هيحصل على حوالي $40,000 من مستحقاته، وتستكمل باقي المستحقات أو ياخد باقي مستحقاته في أول سبتمبر القادم، يعني بعد حوالي 3 أسابيع جدول يعني المستحقات. فتم مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة اليد وابلغوه، فقالوا الاتحاد الدولي قال ان لازم يكون المدير الفني يكتب اقرار بان هو موافق على جدوله المستحقات بتاعته. يعني تم الاتصال، استاذ احمد مرتضى عمل اتصالات مع المدير الفني الاسباني وابلغه ان هو هيحصل على $40,000 والباقي في اول سبتمبر. فهو المدير الفني رفض، قال يعني هو حتى كده بالنص قال نو 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 يعني بالنص كده. تم تدبير مبلغ تاني حوالي اعتقد $20,000 كمان او $22,000 بحيث انه يبقى $62,000 وهو ياخدهم، وتم ابلاغ برضك الاتحاد الدولي. فوجئ ان الاتحاد المصري لكره القدم الاتحاد المصري لكره اليد، نتكلم على القدم على طول، متعودين ان احنا بنتكلم عن القدم. انا قلت المره فاتت برضك الاتحاد المصري لكره القدم، اتحاد اليد بيشترط ان انت تديله المديونيه بتاعته، ان هو عشان تسجل لعيبه انت متعاقد مع 3 4 لعيبه، لان في لعيبه تانية مش متايده زي احمد الاحمر، ان هو بيقول لك ان انا اخد المديونيه الاول. فكان حاله من التعنت من اتحاد كره اليد، رغم ان الزمالك فريق مصري، فريق هيشارك في بطوله عربيه هيمثل فيها مصر مع فريق البنك الاهلي طبعا اللي هو مشارك في نفس البطوله. البطوله دي مؤهله ان لو فزت بالبطوله دي هتشارك في كاس العالم. طبعا المستشار مرتضى منصور لما عرف بكل القصه دي كلها طبعا عمل اتصالاته وقدر ان هو يحل هذه الازمه. ورغم ان ما كانش فيه حجز للطيران، يعني من امبارح بيدوروا على حجز طيران بحيث ان الفرقه تسافر قبل بدء البطوله، يعني حتى كان في اقتراح ان ممكن ما العبش الماتش الاولاني والعب الماتشين التانيين بس احنا نسافر. فزي ما شفنا قدر في خلال الساعات الاخيره دي انه حل كل المشاكل اللي هي كانت متعلقه بالسفر، وتم خلاص الفريق اقرار الفريق هيسافر الساعه 2 فجر الفجر فجر الاربعاء، يعني هيلحق بالمباراه الاولى. وكانت طبعا احمد مرتضى عمل جلسه مع احمد الاحمر كابتن الفريق وتم تجديد عقده بحيث ان هو يسجل العقد بتاعه ده ويقدر ان هو يشارك في هذه البطوله. للاسف الشديد حمله شرسه، يعني حمله غير عاديه، حمله شرسه من الكتائب الالكترونيه ضد نادي الزمالك وضد مجلس اداره وضد احمد مرتضى وضد ان الزمالك مش هيشارك في البطوله وفين البطوله العربيه. حتى احنا نفسينا لما كتبنا من حوالي 4 5 ايام قلنا ان الاجراءات بتاعه السفر شغالين فيها وبتتم بحيث ان يبقى الفريق جاهز لاي وقت، فوجئنا برضك بحمله شرسه. يعني انا مش فاهم الناس دي يعني الاخلاقيات ايه بالظبط، يعني هم اللي بيكتب ده وبيكتب الالفاظ اللي هي بتتكتب دي بيكتبها ازاي؟ يعني ما اعرفش يرضاها على ابوه، يرضاها على امه، يرضاها على اخوه، يرضاها على اخته، يرضاها على صديقه. يعني فاحنا نادي الزمالك واحمد مرتضى تحديدا ما بيلتفتش الحاجات دي، هو الراجل شغال قايم بشغله على اكمل وجه في العاب الصالات، واخرها طبعا حل المشكله بتاعه اليد والفرقه خلاص مسافره
وزي ما بقول لك ان ده ممكن يمكن هيزعل ناس كتيره جدا، لان هم للاسف الايام اللي فاتت دي كده يعتبر ان هم صرفوا على الفاضي، صرفوا على الكتاب بتاعتهم على الفاضي، عملوا حمله غير عاديه، وفي الاخر الفريق سافر. ما اعرفش هيكون موقفهم ايه دلوقتي، يعني هيبقى موقفهم ايه بعد ما فريق الكره سافر، بعد ما فريق اليد سافر وقدر ان هو يتم حل مشكلته. واللعيبه كانت في الفتره اللي فاتت دي حتى كانت عامله معسكر في صاله اكتوبر، كانوا بيجهزوا للبطوله، يعني هم كانوا جاهزين وكانوا بيتدربوا يوميا وجاهزين ان هم يسافروا. فيمكن انا بوجه هنا الشكر لاحمد مرتضى على المجهود الكبير ده، وبوجه الشكر طبعا للمستشار مرتضى منصور ان هو تدخل، وان الناس رغم ان هي موجودين، يعني رغم ان المستشار مرتضى منصور موجود بره النادي او موجود في بيته، لان هو متابع وبيخلص. وزي ما احنا شفنا يمكن حتى امير مرتضى نفسه تدخل في الموضوع ده، وقدر ان هم يعملوا اتصالاتهم ويحجزوا الطيران اللي هو كان مشكله السفر، وانتهت المشكله والفريق هيسافر. بنتمنى له طبعا التوفيق في هذه البطوله، وان هم يحاول نتائج جيده، وان هم يقدروا ان شاء الله يوصلوا لكاس العالم للانديه. شكلكم وحش قوي، قعدتوا تكتبوا وتهاجموا مجلس اداره نادي الزمالك وعدم سفر الفريق ويعني لكره اليد، وهجوم قوي جدا دلوقتي. يعني هتقولوا ايه بعد ما خلاص الفرقه هتسافر ومجلس الاداره برئاسه المستشار مرتضى منصور قدر يحل المشكله؟ شكلكم ايه دلوقتي؟ شكلكم اكيد يعني لازم تنزلوا بقى يعني كلام بقى تقولوا يعني الحقيقه دلوقتي. طبعا مش هتقولوا الحقيقه لان انتوا دايما عايزين توقعوا دايما المجلس وتنتقدوا نادي الزمالك وتقللوا دايما من مجلس الاداره برئاسه المستشار مرتضى منصور، لكن احنا هنفضل زي ما الاستاذ مصطفى كده قال، هنفضل نرد عليكم ونتكلم، وزي ما بتهاجمونا هنرد بقوه وهنحافظ على نادي الزمالك ومجلس ادارته. استاذ محمد، شفت الموضوع ازاي وحل طبعا سفر فريق كره اليد؟ طبعا مبدئيا مبروك لكل زملكاوي حل الازمه، واخيرا الحمد لله بنبدا بخبر مفرح بعد ما كل مره بنبدا بقضايا وبحجز وبعزل وبحبس. اخيرا خبر مفرح لجمهور نادي الزمالك، وطبعا كل الشكر لمجلس اداره واحمد مرتضى لانه عمل جهد خارق النهارده وهنتكلم فيه دلوقتي. انما لازم الناس تعذرنا لما بنتكلم كل حلقه وفي كل جمله بنحط جمله الحجز على الارصده، والناس اللي هي واقفه بالمرصاد لنادي الزمالك ومش عاوزه تمد ايد العون يبقوا يعذرونا، لان مبلغ صغير جدا لا يمثل اكثر من 93 او 92 الف دولار لمستحق لمدرب النادي مش قادر يطلعهم من حساباته اللي محجوز عليها، ولا قادر يستقبل مستحقاته اللي جايه له سواء من مشاركه لاعبيه في كاس العالم في قطر او من الاتحاد الافريقي لمشاركته في دوري الابطال. ما هو كل دي مستحقات النادي كان المفروض ياخدها، وكان عنده هيكون عنده سيوله ماليه. انما مساله الحجز هي اللي عامله لنا كل الازمات ديت. الحجز على الارصده ليه الناس تعذرنا ان احنا دايما بنتكلم؟ لان هي مصدر لكل مشكلات وازعاج مجلس اداره نادي الزمالك، هي اللي مكبله الايدين جوه النادي، هي اللي مخليه المجلس مش قادر يتصرف، مش قادر يدي رواتب في مواعيدها، مش قادر يوفي بالعقود في مواعيدها، مش قادر يصرف على مستحقات المدربين او اللاعبين السابقين. النادي عنده فلوس انما محجوز عليها، النادي عنده مستحقات مش قادر يستقبلها. فدوت بدايه للموضوع ليه؟ لان الناس تعذرنا عشان دايما يتكلمونا انتوا ليه دايما بتتكلموا عن الحجز؟ ليه بتتكلموا عن ان ممنوع عباس حجز على رصيد على ارصده النادي؟ او ليه اضراب؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان الحجز هو اللي مسبب لنا كل المشكلات. طيب النهارده لو جيت يا محمد وشفت نادي الزمالك لو كان ما قدرش يسافر للسعوديه ويشارك في البطوله العربيه. البطولة ديت أولا هي مؤهلة لكأس العالم للأندية، إذا هي تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة اليد. معنى عدم السفر قابل بقى إيقافات، عقوبات وغرامات، يعني أنت أصلا مش قادر تدفع غراماتك وعقوباتك الحالية اللي هي بقى لها سنوات طويلة وفي مجالس إدارة متسببة فيها، بل بتستجد عليك غرامات جديدة. طبعا بقالنا أكتر من أسبوع وأنا شايف الجهد اللي بيتعمل جوه مجلس الإدارة عشان يحلوا الأزمة ديت جهد غير طبيعي. ليه؟ لان اتحاد كره اليد اتعامل معانا ميري، مفيش اي مواربه، مفيش اي استثناءات. انا عليا 20 مليون، عليا 30 مليون، وات ايفر هو كام الرقم، هو مطالب لازم النادي يسدده علشان خاطر يأيد لعيبته، وعشان يأيد لعيبته حتى زي احمد احمد المجد النهارده عشان ياخدوا الكرنيهات يقدروا يشاركوا بيها. طلعت قصه جاريلدا المدرب الاسباني اللي ليه مستحقات 90 الف دولار، مش هتسافر او ودخل على طول الاتحاد الدولي في القصه، مش هتسافر غير لما تسدد. اذا هو تعامل معاك بالقانون وبالورقه والقلم بدون مراعاه ان ده مستقبل
فريق بيمثل كرة اليد المصرية، فريق ممكن يتعرض لعقوبات وغرامات أكبر، إنما كان مجلس الإدارة ما فقدش الأمل. يعني زي ما الاستاذ مصطفى قال من شويه كانوا ايه بيجهزوا لاجراءات الصفر، طلعوا التاشيرات كلها من حوالي اكثر من 4 5 ايام. طبعا انت عارف ان مساله الحجز انت بتحجز طيران، ولكن مطلوب منك تاكده قبل 24 ساعه، انما لحد النهارده الصبح ما كانتش الازمه اتحلت، هي لسه محلوله ما فيش من اكثر كان اقل من 3 4 ساعات يعني او يمكن اقل. طبعا كان في خليه عمل غير طبيعيه، احمد مرتضى من جانب، استاذ مرتضى منصور رغم طبعا اعلانه ان ابتعاده عن نادي الزمالك، ودوت اللي انا الحلقه اللي فاتت ان فرق كبير بين راجل بيتنزه عن المنصب وبيحط مصلحه النادي فوق اي اعتبار، وبين شخص بيصدر بيانات عشان خاطر يسطو على الكرسي من خلال لجنه معينه او بالتعيين. هو ده الفرق بين ان شخص ما يهموش ابدا المنصب وبيشتغل لصالح الكيان ولصالح النادي، وبين شخص هو بيحاول ان هو يهد في المجلس الشرعي علشان خاطر يسطو على المنصب، لان هو المنصب هو الاهم بالنسبه له مش الكيان. طبعا كان في اتصالات متواصله مع بين الاستاذ مرتضى والاستاذ احمد مرتضى مع مسؤولي اتحاد كره اليد سواء الدكتور محمد الامين او الاستاذ عمرو صلاح امين الصندوق عشان يوصلوا الحل للازمه ديت. وطبعا هو نجاح الازمه كلها في التواصل مع المدرب الاسباني، لان هو ده كان حجر الزاويه انك انت تنهي الازمه، لان الراجل دوت لو كان خد مستحقاته الاتحاد الدولي ما يهموش العلاقه اللي بينك وبين الاتحاد المحلي. عندك ديون جنيه مليون ما تهمناش، انما طالما في طرف ثالث اجنبي محترف عندك هو ده الاهم. فطبعا ان هو تم توفير ال 62,000 دولار علشان ياخدهم المدرب الاسباني واقناعه ان هو ينتظر 3 اسابيع ويحصل على 30,000 دولار مطابقين، هو دوت كان النجاح في العمليه كلها. انما لازم الناس تعرف المجلس بيعمل ايه، ولازم الناس تشوف ان رغم كل المعوقات ورغم كل المشاكل والازمات اللي بتخاصر نادي الزمالك، مجلسه لا يفقد الامل، مجلسه بيواصل العمل وبيوصل الليل بالنهار عشان خاطر يخلص ازماته. النهارده انت بتتكلم في ازمه بسيطه جدا لا تتعدى يعني مش موصله حتى 100,000 دولار، عملت ازمه في النادي كله، عملت ادت فرصه لناس انها تبدا تتكلم وتقول لك ادي النادي. النهارده بالمناسبه جميع المواقع الرياضيه تقريبا على حوالي الساعة 4 أو 5 كله نزلت بخبر انسحاب النادي الزمالك من البطولة العربية، كله بلا استثناء. يعني حتى الجولان عندي كلمني بيقول لي في طبعة تانية، انت كاتب في الطبعة الأولانية؟ قلت لهم بالعكس، انا لسه دلوقتي قافل مع الكابتن حمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق كرة اليد، قال لي انا متواجد حاليا مع الأستاذ مرتضى منصور الأستاذ أحمد مرتضى بنحاول نحجز الطيران. قلت له الأزمة انتهت؟ قال لي انتهت خلاص، تم سداد مستحقات المدرب الاسباني، نجح المجلس ان هو يتخطى المرحله الاولانيه وبدات المرحله الثانيه. ما انت خلاص انت المفروض عندك مباراه بكره، وكان في سيناريو زي ما زميلي مصطفى كده بيقول ان هو ما يلعبوش المباراه الاولانيه، يكسبوا المباراتين الثانيين في الدور التمهيدي وان شاء الله يتاهلوا للدور الثاني ويكملوا البطوله. انما نجح المجلس ان هو يوفر طياره خاصه ان شاء الله يوصلوا باذن الله بالسلامه ويسافروا. وان شاء الله الاهم من كل ده بقى هو الدور اللي كان عامله احمد مرتضى مع الفرقه، اللي هو ايه؟ عزل الفرقه تماما يا محمد عن المشكلات. تمام. ادى تصريح كده واضح وصريح للعيبه من بدايه الازمه، لو ما حدش يبص ولا يتابع اي اخبار خاصه بالقصه دي، هنسافر هنسافر. وده وعد صريح من احمد مرتضى، قال كده للعيبه بدليل ورا لهم حتى باسبوراتهم، بدليل كل واحد معاه تاشيرته ورا لهم حجز الطيران، لهم دي ازمه احنا هنخلصها وان شاء الله حتى قبل البطوله بساعه هنكون كل شيء منتهي. وهو دوت اللي احنا بنتكلم فيه، هو دوت اللي بنتكلم ان دايما في دور الجمهور مش عارفه، وهو ده دورنا في القناه ان احنا نوضحه لجمهور نادي الزمالك المحترم علشان يعرف الفرق ما بين الناس اللي هي قاعده ببيانات والناس اللي هي قاعده مأجره كتائب الكترونيه عشان تهاجم المجلس وتقدر وتكسر من مقاديفه وتحبط من عزايمه وتقلل من انجازاته او من الدور اللي بيعمله. يعني في ناس بتقول لك هو انجاز انك انت تصرف الرواتب للموظفين؟ طبعا انجاز، انجاز لما يكون الخزنه بتاعتي مقفول عليها ستي كلها مقفول عليها وما عنديش جنيه بيدخل النادي، وان انا اصرف الرواتب سواء للموظفين او للاعبين او للاجهزه الفنيه، ده قمه الانجاز. انت حضرتك كده خليك كده في شغلك كده وخلي شغلك يوقف مرتبك شهرين ثلاثه، هتصرف زي على بيتك لو صرفت عليها، يبقى ده قمه الانجاز. طبعا مش لازم عشان اخدم نادي الزمالك او بحب نادي الزمالك اكون على الكرسي، ده اللي عمله المستشار مرتضى منصور، تخلى عن منصبه تماما ورغم كده بيحل ازمه فريق كره اليد كمحب النادي الزمالك. اللي بيحب النادي مش لازم يكون
في المنصب. هنطلع فاصل قصير وهنستقبل كمان الناقد الكبير الأستاذ قابل فولي هينضم لنا بعد الفاصل. يلا بينا. اهلا بكم من جديد، ولسه مكملين فقره النقاد الصحفيين الكبار، وانضم لنا دلوقتي الاستاذ ايهاب الفولي الناقد الكبير. استاذ ايهاب برحب بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد. طريق كان زحمه ولا استاذ ايهاب عايز كنا بنتكلم مع الاستاذ مصطفى وبتكلم مع الاستاذ محمد نبيل عن طبعا دور المستشار مرتضى منصور عن حل ازمه فريق كره اليد، شفتها ازاي وطبعا سفرهم للبطوله العربيه. بص، هو دور المستشار مرتضى منصور في حل كل ازمات الزمالك سواء موجود او مش موجود، اي مشكله بتبقى موجوده محدش بيحلها الا المستشار مرتضى منصور. وعشان كده احنا لما بنتكلم عن يعني ايه، عن وضع قائم، ما بنتكلمش عن حاجه ما شفناهاش مثلا بعينينا او حاجه مش ملموسه على الارض. طيب تعالى نتكلم بمنتهى كده الايه، الوضوح والشفافيه. المفروض لعبة اليد في نادي الزمالك هي لعبة من يعني تعتبر من أفضل أو من أهم اللعبات في يعني في نادي الزمالك، اللي نادي الزمالك بيحظى بشعبية جريفة فيها، ويعتبر هو المتصدر للمشهد في مصر ويمكن في الوطن العربي في لعبة اليد. لما تيجي تبص عندك أزمة كبيرة زي بتاعة مشاركة الفريق في البطولة العربية، بقالنا أكتر من 3 أيام أو 4 أيام بنتكلم إن في مشكلة للمدرب على فلوس، والفلوس دي عشان الحجز مش قادرين نوفرها. المفروض كل اللي بيحبوا نادي الزمالك واللي بيطلعوا بيانات عشان يعلنوا فيها حبهم لنادي الزمالك ويقولوا الزمالك أولا وأخيرا زي كابتن حسين لبيب اللي هو أصلا لعبته اليد، كنت أتمنى أو كنت منتظر إن أشوفه بيطلع دفتر الشيكات بتاعته هو او ممدوح عباس او كابتن احمد سليمان او كل الناس اللي ما بتظهرش الا في اشعال النيران حول اي ازمه بيدخلها نادي الزمالك. ما بنلاقيش حد فيهم بيحاول يطفي النار ديت، لا هم بيحاولوا يرفعوا من النار ديت ويولعوا فيها وما يهمهمش نادي الزمالك يحصل فيه ايه. كنت اتمنى واحد فيهم يطلع يقول يا جماعه طالما نادي الزمالك محجوز عليه وعنده مشكله في $100,000 مثلا او $200,000، ده مبلغ احنا نقدر نتحمله، انا هدفع المبلغ ده سواء بقى ممدوح عباس سواء حسين لبيب سواء اي حد من الناس اللي بتقول ان هي بتحب نادي الزمالك فرقتك، وانت عمال تقول يا جماعه الحقوا احنا مش هنشارك في البطوله العربيه المؤهله لكاس العالم، فريق اليد بتاعنا بيضيع، النادي بيضيع. طيب يا جماعه كنا قلنا يا جماعه رفقا بالاوضاع اللي نادي الزمالك فيها واحنا بنحل المشكله، وادي الفلوس اهي وهندفعها عشان احنا بنحب الكيان واحنا بندعم الكيان واحنا عايزين نحل الازمه. فتيجي تتكلم تقول يا جماعه لما نيجي نقول الكلام دوت يقول لك طب واحنا مالنا؟ مش في مجلس اداره منتخب موجود؟ مش في مستشار مرتضى منصور موجود؟ ليه ما يحلوش هم الازمات ديت؟
طيب انت مش بتحب الزمالك، يقول لك انا بحب الزمالك بس انا عايز امشي الناس ديت، عايز امشي المجموعه ديت، فبستنى اي مشكله واي ازمه، مع ان اي مشكله رياضيه او اي حاجه بتحصل في الملعب دي ما تعتبرش مشكله او ازمه، حتى لو خساره، خساره بطوله او خساره مباراه، ولكن هم بيعتبروا خساره البطوله او خساره المباراه وكانها القشه التي ستقسم ظهر البعير، باعتبار ان نادي الزمالك هيقطموا ظهره في الوقت دوت ويدخلوا يبقوا موجودين بقرار تعيين، لدرجه ان الكابتن حسين لبيب في بيانه مش عارف رقم 990 الاخير اللي هو كتبه قال جمله خطيره جدا انا ما التفتش ليها الا انا بقرا البيان بعنايه، قال احنا بنرتب مع بعض الاجهزه او الجهات المسؤوله عن الرياضه، بيلمح لوزاره الشباب والرياضه او بيلمح للجهه الاداريه مش عارف بيلمح لمين، عشان نمشي المجموعه اللي خاطفه نادي الزمالك، يعني هو كل تفكيره وكلام خطير جدا ان انت بترتب عشان تقضي على اختيار الجمعيه العموميه لنادي الزمالك. طيب كنت انت جيت في المشكله ديت وجيت بقى قلت يا جماعه انا هحل المشكله ديت وهدفع الفلوس عشان ما ينفعش نادي الزمالك فرقته ما تشاركش في البطوله العربيه، واذا كان رئيس نادي الزمالك احنا نجحنا ان احنا نخليه يقول انا مش موجود في المشهد، طب احنا يا جماعه موجودين في المشهد والفلوس هيدفعها ممدوح عباس اللي هو حجز على فلوس الزمالك اصلا، او حسين لبيب اللي هو كلهم بيعمل بيان، او احمد سليمان اللي هو برضه بيطلع بالسهم الذهبي اللي ما اعرفش السهم الذهبي ده في شركه بتاعت مواصلات اسمها السهم الذهبي، يطلع يكتب لك السهم الذهبي، كل الناس دي فاهم ازاي بتتكالب على ان هي توقع نادي الزمالك. هتجي اقول لك مش من دلوقتي الناس هتقول لك بيوقعنا، اه بيوقعوا نادي الزمالك، نادي الزمالك كان فايز ببطولة الدوري سنتين، نادي الزمالك فايز بكاس مصر سنتين، نادي الزمالك متصدر في كل الالعاب سلة طايرة يد، متعاقد مع لاعبات ولاعبين ومدعم صفوفه بكل حاجة، لغاية ما جه ممدوح عباس قبل ما تروح تلعب مع الاهلي في السوبر في الامارات حجز على ارصدة نادي الزمالك في كل البنوك. فتيجي النهاردة لما يجي يقول لك ايه طب الفلوس فين، الفلوس اجيبها لك منين، انت دخلت الزمالك في نفق مظلم، تطلع تتريق على الزمالك وتقول حتى النفق، طارق جبريل اللي هو كان مدير مالنا زي يقول لك حتى النفق المظلم ما بقاش موجود، شيلوا ايديكم عن نادي الزمالك وابعدوا واطلعوا وقولوا يا جماعه احنا بنعلن للناس كلها ان احنا رفعنا الحجز عن ارصده نادي الزمالك واحنا داعمين لكيان نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك المنتخب من الجمعيه العموميه غصب عنهم، ويكمل مدته وبعد كده تطلع انت كزملكاوي تقول يا جماعه انا عضو جمعيه عموميه احاسبك بعد انتهاء الانتخابات. لكن النهارده اكد مرتضى منصور ان هو بيشتغل ومش فارق معاه الكرسي او مش فارق معاه المنصب، وقدر ان هو يحل لك المشكله في اللحظات الاخيره وتوفير طياره، ويجي واحد يقول لك اصل هو اللي عامل مشكله، لا هو في واحد ليه مستحقات مدير فني اجنبي، واحنا قلنا في وقت من الاوقات ان المديرين الفنيين الاجانب واللعيبه الاجانب اللي في نادي الزمالك اللي ما خدتش مستحقاتها بسبب عدم توفير السيوله، ما انا مش هروح يعني انا مش هروح اوفر الدولار، اوفره منين اذا كان انا حسابي اللي المفروض يتحول فيه الحساب للدولار محجوز عليه، هوفر دولار منين؟ فالنهارده قلنا من الكلام ده قلناه من قبل 6 شهور أو 7 شهور، يا جماعه كل اللعيبه الاجانب وكل المديرين الفنيين الاجانب ليهم مستحقات عشان يتقاضوها لازم تبقى الارصده في البنوك جاريه عشان تعرف تحول من حساب نادي الزمالك لحساب المدير الفني ده او حساب المدرب ده او حساب اللاعب دوت. النهارده انت نجحت كمجموعه بتحاول ان هي تسقط مجلس اداره نادي الزمالك ورئيسه والمنتخب، نجحت ان انت تكتف نادي الزمالك وتكتف كل وتقضي على كل مصادره او كل موارده اللي سواء بقى بالعمله الصعبه او بالجنيه المحلي، فحطيت الزمالك في ازمه، تيجي بطولة العربية لكرة اليد تلاقي نفسك انت مش عارف تسافر، مش عارف تسد مستحقات عليك، فيجي الناس يقول لك بقى نادي الزمالك الكبير مش عارف يسافر ويلعب في البطولة العربية، وصلت لكده؟ اه وصلت لكده عشان في مجموعة مارقة بتقول على نفسها ان هي بتحب نادي الزمالك، المجموعة دي حاجزة على الأرصدة بتاعت نادي الزمالك وبتحارب نادي الزمالك وبتسعى لتدمير نادي الزمالك وبتسعى لهدم رأي وإرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك اللي هي اختارت الناس دي، والمجموعة دي معظمهم
لم يوفق في الانتخابات سواء الاخيره او قبل الاخيره او قبل قبل الاخيره او قبل قبل عد معايا مثلا 100 سنه ما فيش حد فيهم ايه قدر ان هو يوفق، لكن هم بينجحوا وبيتكلبوا في ان هم يوقعوا نادي الزمالك. اللي حصل النهارده من المستشار مرتضى منصور واحمد مرتضى منصور وامير مرتضى منصور يعتبر انكار للذات، لان انت النهارده تيجي تقول يجي يقول لك هو عمل مشكله وحلها، وحل مشكله ما عملهاش، هو بيحل مشكلات دخل فيها. وراجل من يوم من اول يوم دخل فيه ترشح فيه لانتخابات مجلس اداره نادي الزمالك، وهو من قبل ما تعلن النتيجه وبيواجه باتهامات من المرشح المنافس ليه الاستاذ احمد سليمان ان هو بيحصل فيه نوع من اللعب في الصناديق ونوع من الدعاء عدم منحه الفرصه في الدعاء امام اللجان، واختيار المستشار مرتضى منصور وانصاره اماكن مميزه داخل اللجان، واثاره المشاكل من اول يوم من قبل النتيجه ما تعلن، وتلاها مشكلات كل اي اخفاق لاي لعبه رياضيه طبيعي جدا. النادي الاهلي اخفق سنتين، الاسماعيلي حدث ولا حرج، المصري كذلك، الزمالك زيه زي اي فرقه في الظروف الطبيعيه لما يخفق ان احنا نقول ممكن السنه الجايه كام. تخيل بقى ان انت في ظروف تعجيزيه، ظروف غير طبيعيه، بتشتغل وانت في 20,000 واحد بيتحدوك. المثل البلدي بيقول لك او المثل الشعبي بيقول لك ايه، ما ينفعش تطلع الشجره والقرود بتتنطط على كتفك، يشتغلوا ازاي؟ فبنقول شابوه للمستشار مرتضى منصور، وشابوه لاحمد مرتضى منصور، وشابوه لامير مرتضى منصور ان هم قدروا يحلوا الازمه. والازمات كتير جدا 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 بتتوالى وتتعاقب كل شهر، اما تيجي تقول العمال والموظفين ما بيقبضوش، ناس تقول لك ده امر طبيعي، امر طبيعي في ظروف طبيعيه، امر طبيعي لما نادي يبقى فلوسه بتدخل وحساب مفتوح تتحول المرتبات في ثانيه، لكن انت بتشتغل في ظروف تعجيزيه. وبالرغم من كده نجح مرتضى منصور ومجلس ادارته ان هم يواجهوا كل الازمات دي والعقبات دي، ويعدوا من النفق المظلم اللي اتحط فيه نادي الزمالك بفعل فاعل. يعني بالرغم من زي ما بتفق مع الاستاذ ايهاب، الحجز على اموال النادي، وقف قيد، ازمات ماليه طاحنه في نادي الزمالك، رغم كل ده استطاع احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره انه يجدد عقد نجم الفريق احمد الاحمر. اكيد طبعا كانت نقطه قويه جدا قبل البطوله، ومجهود كبير جدا يحسب عليه احمد مرتضى منصور. تتفق معايا يا استاذ مصطفى؟ طبعا. عايز اقول لك المجلس شغال، يعني الناس تسيب المجلس يشتغل وتسيب المستشار مرتضى منصور يشتغل، الناس شغاله والعجله بدات تمشي. يعني هقول لك نقول بقى نبدا نقول الناس شغاله ازاي. اولا كانت في قاعده امبارح مع زيزو، مع الاستاذ احمد مرتضى منصور ووالد زيزو، كانوا موجودين امبارح في نادي الزمالك كان بعد الساعه 12 بالليل، وتم يعني الاتفاق على ان زيزو هيحصل على مستحقاته خلال الايام القادمه، وهو اعلن تمسكه بنادي الزمالك، ووالده اعلن تمسكه بنادي الزمالك، ان هو رغم ان هو جاي له بعض العروض ان هو تماما الزمالك متمسك بيه، وزيزو يمكن ووالده قالوا ان احنا متمسكين بنادي الزمالك وهو متواجد على طول. في قاعده برضك بالنسبه لاحمد فتوح بيتم وضع الرتوش الاخيره بالنسبه لتجديد عقده في الفتره الجايه وتوفير السيوله الماليه اللي هو هياخد فيها مقدم العقد وجزء من مستحقاته. في تجديد عقد الحارس المرمى محمد صبحي، تم التوصل برضك لاتفاق وهيتم توفير مبلغ مالي هيتقاضاه الفتره الجايه. في توفير المستحقات الماليه لجميع اللاعبين بالنسبه للفريق الاول قبل بدايه فتره الاعداد اللي هي يوم 25 اغسطس الحالي. في توفير الفلوس الخاصه ببعض مستحقات اوسوريو بعد ما تم اتفاق معاه على تمديد عقده لمده موسم، بيوفروا له سيوله ماليه بحيث ان هو يحصل ايضا على مستحقاته. في كلام بالنسبه للالعاب الاخرى برضك، يعني برضك الناس شغاله في كذا اتجاه في وقت واحد، بالنسبه للالعاب الاخرى بالنسبه للطايره، بالنسبه للسله، بالنسبه لليد، برضك توفير المستحقات الماليه اللي هي الخاصه بيه، يعني الناس شغاله والعجله بدات تمشي، او زي ما بيقولوا المكنه خلاص بدات يعني بدات تجيب حرير زي ما بيقولوا دلوقتي. فالناس اللي هي بتحاول ان هي تحبط من مجلس الاداره، الناس زي ما هاب قال، ومنهم طبعا الاستاذ حسين لبيب اللي هو طبعا كل شويه بيانات الزمالك اولا واخيرا، يعني احنا الزمالك لا يحتاج كلام ولا يحتاج شعارات، وانما يحتاج عمل جاد، والعمل الجاد ده اي واحد فيهم
اذا كان يريد ان هو بيحب الزمالك ويثبت حسن نيه ان هو يتقدم باقتراحات لنادي الزمالك، ان هو يساعد نادي الزمالك، ان هو يعلن مساندته لمجلس اداره زي ما احنا بنشوف في النادي المنافس. اي حد لا يوفق في الانتخابات وبيخرج من الانتخابات ولا بيهاجم المجلس ولا بيتكلم، بيقف في ظهر المجلس. احنا كنا نتمنى الناس دي ان هي تقف في ظهر مجلس اداره نادي الزمالك في الفتره الجايه. زي ما بقول لك الناس في اجتماعات يوميه لمجلس اداره يوميه، الناس بيقعدوا للساعه 2 والساعه 3 بالليل عشان يحلوا مشاكل نادي الزمالك بالتواصل مع المستشار مرتضى منصور في موضوع القرض. ان شاء الله باذن الله تعالى حصلت موافقه طبعا من وزاره الشباب والرياضه نبقى في قرض النادي الزمالك، هيحل مشاكل كثيره جدا بالنسبه لنادي الزمالك. حتى نادي 6 اكتوبر اللي الناس بتتكلم عنه الشغل برضك فيه الشركه شغاله والناس شغاله فيه، مش زي ما بيقولوا لودر وجرار، لا الناس شغاله فيه هذا الملف ايضا. يعني الناس شغاله، احنا نسيب الناس تشتغل، نسيب الناس تحل مشاكل نادي الزمالك. عندنا مجلس محترم وعندنا رئيس نادي رغم ان هو مبتعد عن المشهد الرياضي الا ان هو بيساهم بكل قوه ومتواصل كل يمكن ساعه مع اعضاء المجلس لحل اي مشكله، وكان اخرها مشكله اليد. فاحنا يا جماعه نتفائل شويه، نقف جنب المجلس، نساند المجلس، نساند نادي الزمالك، نساند كيان نادي الزمالك بدل ما نهد في حين نادي الزمالك. مش كل واحد ماسك ميكروفون او عنده شاشه يطلع يتكلم عن نادي الزمالك ويطلع يقول فيه نادي الزمالك خلاص دخل النفق المظلم، نادي الزمالك بينهار، نادي الزمالك لا، الناس شغاله وشغاله ليل ونهار عشان يقدروا ان هم يحلوا كل المشاكل اللي هي موجوده. جمهور الزمالك الحقيقي لما اتقال الفرقه مسافره للبطوله العربيه وتجديد عقد احمد الاحمر، الناس فرحانه، الناس الحقيقيه اللي هم الزملكاويه الحقيقيين، الجمهور الحقيقي فرحان يعني فرحان لما في اي خبر كويس الجمهور بيفرح والجمهور بيتفاعل. اما طبعا الناس اللي هي الثانيه فدي معروف ان هم مصاب يعني اصيبوا بحاله من الغم والكبت، وطبعا لان هم مش هيبداوا يدوروا على حاجه ثانيه يتكلموا فيها في الفتره الجايه. يا جماعه ساندوا نادي الزمالك، ساندوا كيان الزمالك، ساندوا مجلس اداره، الناس شغاله ولازم نحن نديهم الفرصه عشان يحلوا المشاكل اللي هي موجوده دي. وانا متفائل بالفتره الجايه ان شاء الله. استاذ محمد، من اهم الملفات المطروحه الفتره الاخيره تجديد فتوح، عقد فتوح وصبحي، وكمان او تجديد احمد الاحمر لعقده يعني مع الاستاذ احمد مرتضى منصور. راي حضرتك؟ طيب بص، مبدئيا مساله ان انا بدات اقعد مع اللعيبه وبجدد العقود دوت ياكد لك شيء، ان مجلس الاداره واقف على رجليه ومركز في شغله ولا يتاثر بكم من المشكلات والازمات اللي حواليه. طبيعي جدا ان اي مجلس اداره لو في حاله استقرار وتكل بتعليل المشكلات والازمات ممكن ينهار، انما في رغم الازمات الحاليه وان المجلس عنده ازمه كبيره جدا وما عندوش موارد ماليه وعنده حاجز على الارصده الا ان هو لم ينهار، لم يفقد الثقه في نفسه، واقف على رجليه بيفكر للمستقبل بالتوازي مع حله للمشكلات. طبعا انت عارف قيمه احمد الاحمر في كره اليد المصريه، مش لنادي الزمالك فقط لا غير، عارف قيمه احمد الاحمر عند جمهور نادي الزمالك. عشان انت توصل لمرحله انت تجدد مع اللاعب في هذه الظروف هو في شقين، نجاح لمجلس الاداره طبعا في ان هو قدر ان هو يبقي على اللاعب، ثانيا هو ثقه من اللاعب في مجلس الاداره ان هو قادر على حمايه مستحقاته وتوفيرها في الفتره اللي هو جدد فيها. طبيعي خلينا نكون واضحين وصراحه ان اي لاعب حتى لو كان انتمائه الاول والاخير هو للنادي الزمالك، ولكن طبعا هو عنده التزامات وعنده اسره، فكان طبيعي جدا ان هو لازم يكون ضامن لمستحقاته. فطبعا ثقة في مجلس الإدارة اللي موجود الحالي وثقة في تدخل الأستاذ مرتضى بنفسه في أي أزمة، اللاعب وقع بدون قيد أو شرط، ده جدد في ربع ساعة بعد ما اتحلت أزمة السفر للمملكة العربية السعودية والمشاركة في البطولة العربية. أحمد مرتضى قعد مع اللاعب ربع ساعة، يا أحمد ده العقد، لاعب من غير وقع على طول يا احمد. فاذا مجلس الاداره هو ايضا في 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 نفس الوقت اللي هو بيحل فيه المشكلات هو بينظر للمستقبل. كون ان هو عمل جلسه بالامس مع احمد مصطفى زيزو طبعا واحمد فتوح ومحمد صبحي، ليه احنا بنذكر الثلاثه دولت؟ لان هم مستقبل الفريق، هم دولت الاعمده الرئيسيه او الاركان الاساسيه لبناء اي فريق. طبعا زيزو تلقى عروض كثيره جدا منذ العوده من السعوديه بعد المشاركه في البطوله العربيه وتحديدا من الدوري التركي، في اكثر من ثلاث انديه قدمت عروض رسميه، لكن النادي رفض تماما وابلغ يعني النادي عنده شفافيه،
ما بخبيش على اللاعب، قال له انت جالك العروض الفلانيه من نادي كذا بكذا وكذا بالارقام، انما راي النادي هو التمسك بيك لنهايه العقد بل تجديد العقد، لانك انت لاعب مهم بالنسبه لنا، مهم جدا لجمهور نادي الزمالك، انت من الاركان الاساسيه في بناء مستقبل الفريق. تمام. اللاعب طبعا وافق، قدر مجلس الاداره، لكن كان عنده طبعا استفسار حول مستحقاته، فكان في منتهى الشفافيه برضه قال له التوقيتات اللي هيقدر يقبض فيها. احمد فتوح طبعا الكلام كتير جدا على ان احمد فتوح وقع للاهلي، احمد فتوح في يناير اللي جاي هيبقى فري، هيبقى مجلس الاداره اتحرك ومتحرك من فتره كبيره، مش من الفتره الحاليه بس يا محمد، وانت اكيد طبعا موجود في النادي وعارف الكلام ده كله. اذا النادي بيفكر على في المستقبل، وانت عارف ان في مشروع دلوقتي مجلس الاداره بينفذه مع المدرب الكولومبي اوساريو، ان هم بيكونوا الفريق اللي هيقدر ينافس للسنوات القادمه، ليس الموسم اللي جاي بس، ما فيش ابدا النادي بيبحث عن بطولات بينظر لموسم واحد فقط، لا بيبقى في استراتيجيه خمس او 10 سنوات بيبدا يكون الفريق، بيشوف العناصر اللي هو محتاجها بيقدر يختارها وبالتالي يتعاقد معاها. انما الازمه الوحيده يعني ما انت احنا كلنا عارفين ان مجلس الاداره تواصل مع العناصر اللي طلبها المدير الفني واتم الاتفاق مع اللاعبين في المراكز اللي طلب تدعيمها، ولكن يبقى على ايه؟ يبقى التوقيع، والتوقيع محتاج سيوله ماديه. نرجع لاصل المشكله اللي هو الحاجز على الارصده، عشان لازم الناس تعرف احنا ليه دايما بنربط اي خطوه بيتخذها المجلس او اي ازمه هو بيعالجها ليه بالحاجز على الارصده؟ لان كل شيء النهارده الرياضه هي مساله اقتصاديه بحته. معاك فلوس هتقدر تنجح في الرياضه، حتى لو معاك افضل المواهب على مستوى العالم، محدش هيستمر عندك طالما انك انت ما بتوفرش المقابل المادي، لا على مستوى اللاعبين او على مستوى الاجهزه الفنيه. طبعا احنا دايما الجمهور او الناس بتشوف النتيجه النهائيه اللي هو ايه؟ اما تجديد مثلا زي تعاقد احمد الاحمر او تجديد تعاقد زيزو او فتوح، انما ما بتشوفش الكواليس، وهو دوت اللي احنا بنقدمه لها، بنقول لهم وبنحكي لهم الازمات، وطبعا التفاوض بيحصل في مناقشات كتيره سواء على الراتب السنوي او على التوقيتات او على المميزات او المكافئات. انت عارف العقد النهارده ما بقاش فقط قاصر على الراتب السنوي، انما العقد لازم يكون فيه جمله من المميزات، جمله من العقوبات او الضمانات اللي بيضمن بيها النادي حقه عند اللاعب. ما هو العقد ده ما بيكونش لطرف واحد فقط لا غير، لازم النادي يضمن حقه عند اللاعب، وايضا اللاعب بيحاول يحصل على افضل الامتيازات. فطبعا المفاوضات دي بتاخد وقت وجهد كبير جدا. طبعا الناس اللي طبعا قاعده متربصه للنادي او لمجلس الاداره ومتفرغه مع اللجان الالكترونيه في مهاجمه النادي، هم مش شايفين كل الكلام ده. لكن اللي عايز اقوله لجمهور نادي الزمالك ان مجلس الاداره لا يلتفت ابدا الى هذه الفئه اللي هي هدفها الاساسي هو هدم نادي الزمالك، وليس بس تقويض المجلس الحالي، لا هم هدفهم هدم نادي الزمالك، عشان لما يجوا يخشوا نادي الزمالك كده بالتعيين يلاقوه خرابه. هم هدفهم دوت، عشان اقول لك احنا اللي بنينا واحنا اللي عملنا واحنا اللي سوينا. هم طول عمرهم فشلوا في كل شيء، فشلوا في الانتخابات، فشلوا في تحقيق اي القاب لما كان في لجان معينه كانوا سبب في رحيل اهم محترفين في نادي الزمالك. يعني في حلقه من الحلقات انا قلت ان اللجان المؤقته كانت سبب في رحيل فرجاني ساسي واشرف بن شرقي. الناس طبعا هجمتنا على صفحات التواصل الاجتماعي وقالت لك لا ده مشي في فتره مرتضى منصور لما رجع للمجلس. لا، اوضح لهم من الجزئيه دي. اصل انت بتيجي تتفاوض مع اي لاعب يا محمد عشان تجدد عقدك، مستحيل ابدا هتستنى لاخر 6 شهور اللي هو من حقه يمشي فري. طبعا قبل نهايه العقد بسنه ده التوقيت الطبيعي، زي ما بيحصل دلوقتي مع فتوح ومع زيزو ومع صبحي. تمام؟ هو ده التوقيت الطبيعي، ان قبل سنه كامله او موسم كامل من نهايه العقد بتبدا تفتح باب التفاوض على تجديد العقد، انما ما انتظرش ابدا لاخر 6 شهور، ان اللاعب وقتها هيحط شروطه والنادي هيكون مضطر وقتها يقبلها. ليه؟ لان هو من حقه وقتها يمضي لاي نادي منافس اخر بدون قيد او شرط منك. حضرتك في وقت اللجان المعينه فوتوا الفرصه في التفاوض لتجديد عقد فرجاني ساسي تحديدا واشرف بن شرقي، علشان كده هم مشوا ووقعوا في يناير اللي هو قبل نهايه عقدهم ب6 شهور. طبعا انا بحيي مجلس الاداره لان هو بيحارب في كل الاتجاهات، ومع ذلك بينظر الى المستقبل، لا ينظر فقط الى مشكلاته، وان هو بيقدم للجمهور الحلول او يقول لهم ان انا انجازي ان انا حليت المشكلات ووفرت السيوله ووفرت اللعيبه وحافظت عليها. لا، انا بنظر ايضا لمستقبل النادي، بحافظ
للاجيال اللي جايه على نادي الزمالك بوجود اهم العناصر اللي موجوده، وتحديدا احمد الاحمر لو رجعنا لفتره قريبه كده كانت حصلت ازمه بسيطه كده بينه وبين الاستاذ مرتضى منصور، كلها كل الصفحات خرجت واكدت ان احمد الاحمر هينهي علاقته بنادي الزمالك، احمد الاحمر هيمشي من نادي الزمالك، ولكن النهارده مرتضى منصور لان هو بيعي طبيعه المسؤوليه وبيعي اهميه اللعيبه اصحاب الخبرات واصحاب التاريخ واللي عندهم قيمه كبيره عند الجمهور حافظ على وجود احمد الاحمر، انهى المشكله في اقل من 5 دقائق في اول لقاء جمعه بيه، وكانت مجرد سوء تفاهم كان السبب الاساسي فيه، وايضا مواقع التواصل الاجتماعي لان كل واحد بيوصل الرساله بتاعته بالسم اللي هو عاوز يلسه في العلاقه اللي ما بين اي لاعب بينتمي لنادي الزمالك ومجلس ادارته، فكل التحيه للمجلس اللي هو بينظر لمستقبل النادي. عايز اطمن جمهور نادي الزمالك ان كان في النهارده جلسه استاذ احمد مرتضى منصور مع مستر اوسوريو، وطبعا لوضع خطه للموسم الجديد، وطبعا للمعسكر والمباريات الوديه، وكان في وجود الكابتن عبد الواحد السيد، فالامور على ما يرام كده داخل فريق الكره. كمان المستشار المرتضى كان حريص على تجديد عقد أسوريو. هنطلع لفاصل قصير ولسه مكملين مع نقادنا الرياضيين، ابقوا معنا. بيفرق عشان وهو موجود النادي بيكون نظيف، بس هو مش موجود النادي عمره ما بيكون نظيف، ومش واحنا برضو كده بنحبه وبيخليها ساعات نركب العربيات. بيفرق معايا لانه بصراحه اهتم بالنادي كتير وعمل حاجات كويسه كتير الصراحه، فوجوده بصراحه بيفرق. لا وجوده طبعا على فكره فعلا بيأثر، وجوده بيبقى فيه انضباط اكتر، بيبقى فيه بالنسبه للنظافه وبالنسبه للاهتمام بكل المرافق هنا. المستشار مؤثر من على البوابه لحد ما تدخلي هنا، لحد النظافه هنا بتاع الترابيزات بتاع الشمسيات كل، بص بيعلق على اقل تفصيله على الاطفال اللي بتقع هنا، لا المكان يبقى نظيف، الحاجه تبقى مكانها، بص الكباتن تبقى مواعيدهم منتظمه، لا كل حاجه مسيطر على كل حاجه هنا. هو طبعا عدم وجود المستشار مؤثر في حاجات كتير جدا، أول الخدمات مستواها بينخفض بشكل ملحوظ، المستوى الأمني والانضباط جوه النادي وخصوصا من الأعضاء الجدد أكتر من القدامى، لأن الجدد أوريدي جايين جدد على النادي، إحنا من أبناء النادي من زمان جدا، فبعض السلوكيات بتبدأ تظهر فور عدم وجود المستشار. طبعا يعني وجود سعادة المستشار دائما بيتابع كل التطورات اللي موجودة في النادي، ولما بيكون سعادته موجود طبعا بنحس ان في انضباط وفي نظام وفي نظافه وفي اهتمام بمشاكل كل الاعضاء وبيتابع مباشره، فبنطمن كتير جدا لما نشوف سعاده المستشار موجود. انا بحب المستشار قوي والنادي بيبقى وحش قوي من غيره. انا بحب المستشار عشان هو بيبقى منظم النادي ومخلي يعني لو شاف حاجه مش مظبوطه في النادي هو اللي بيعدلها، لكن دلوقتي الناس كلها قاعده تجري ورا بعض في النادي وكلهم عاملين هيصه ومحدش قادر يوقف، لما كان مستشار كان بيقدر يوقف. المستشار مرتضى كان موجود في النادي بيكون فيه كده اخطر نظام، ما حدش بيعمل حاجه غلط، لكن هو لو مش بيكون موجود بحس كده ان العيال بتتخانق كده. اكيد طبعا عدم النظام في حاله من الفوضى بتبقى في النادي، فدي حاجه بتبقى ملحوظه جدا، يعني دي الحاجه المؤكده اللي الناس اكيد بتجمع كلها عليها. غير كده ممكن تبقى في حاجات فرديه بس انا ما بقدرش اقيمها بصراحه بما اني مش باجي كتير في النادي. اهلا بكم من جديد ولسه مكملين حديثنا الشيق مع النقاد المميزين النقاد الرياضيين. هنشوف بقى دلوقتي دور الاعلام وهنناقشه مع النقاد الرياضيين، دور الاعلام وازاي بيتعامل مع نادي الزمالك في الظروف اللي موجوده والمحيطه بنادي الزمالك. استاذ ايهاب، دور الاعلام بتشوفه ازاي في ظل الظروف اللي بيمر وتعامله مع نادي الزمالك في ظل الظروف اللي بيمر بيها النادي؟ لا هو بص لازم نفرق بين الاعلام الخاص والاعلام الموجه او الاعلام النوعي. الاعلام اللي هو العادي ده بيبقى يعني بيبقى عنده نوع من الحياديه شويه، وده قليل، ما بتلاقيش حد محايد يعني بصفه كبيره، بتلاقي مثلا برامج بعض البرامج اللي هي ظاهرها يعني الظاهر بتاعها ان هي برامج محايده، ولكن المحتوى بتاعها لا
بيشتغل بأجندة ضد نادي الزمالك. على سبيل المثال مثلا برنامج بتاع عمرو أديب، هو طول الوقت بيسخر برنامجه الهجوم على نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك. برنامج مثلا زي بتاع الأستاذ أحمد موسى، طول الوقت هو موجه برنامجه حب للنادي الأهلي ودفاع عن النادي الأهلي وهجوم على نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور. كثير من البرامج تلاقيها يعني تيجي عند نادي الزمالك وتلاقي بتلاقي ضلتها المنشودة ان انت بتهاجم نادي الزمالك طول الوقت، ما بتجيش الناحية التانية. ولما تيجي تتكلم او انت تيجي تقول رأيك تبقى انت اللي وحش او انت اللي بتتكلم غلط، يعني انت بتبقى رد فعل. يعني مثلا لما اي برنامج من البرامج اللي احنا بنتكلم عليها لما بيطلع يتكلم بصوره مغلوطه عن نادي الزمالك او بيقول بعض الامور المغايره للحقيقه، لما انت تيجي ترد عليه بقيت انت وحش وبقيت انت صوره سيئه للاعلام، في حين ان انت بتبقى رد فعل، في حين ان انت بتتكلم طول الوقت. قناه نادي الزمالك هي ايه؟ هدف لبعض المتربصين، هو شايف قناه نادي الزمالك ان هي مثلا بتدافع عن رئيس نادي الزمالك او ان هي بتساند او بتأيد رئيس نادي الزمالك، مع ان ده امر طبيعي جدا جدا جدا. انت قناه فئويه، قناه نادي الزمالك بتمثل مجلس اداره نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك، زي قناه النادي الاهلي بتمثل مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي. لما تيجي تتفرج على المحتوى اللي في قناه الزمالك هو افضل من المحتوى اللي بيقدم في قناه النادي الاهلي، بدليل لما تيجي تشوف نسب المشاهدة تلاقي نسب المشاهدة عندك هنا في قناة الزمالك أعلى بكتير من نسب المشاهدة في قناة النادي الأهلي. ولكن زي ما قلت أنا في حلقات سابقة أن أنت توجيه الرأي العام بيبقى ضد أو مع، يعني من الصعب جدا 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 هتلاقي الصفحات المنتمية للنادي الأهلي بتهاجم قناة النادي الأهلي أو العاملين في قناة النادي الأهلي. ليه؟ لأن إحنا زي ما قلنا دي لجان الكترونيه بيتم التعامل معاها. واحمد عبد القادر ده لاعب في النادي الاهلي، لاعب من ابناء النادي الاهلي، طلع قال ان الصفحات دي صفحات بتقبض وانا مش هدفع لكم، هتفضلوا تشتموني وانا مش هعمل ايه، هتفضلوا تشتموني، صفحات بتقبض وماجوره ما فيش حد يقدر يتكلم. الناحيه الثانيه الصفحات اللي معظمها بينتمي او اللي هي بتدعي الانتماء لنادي الزمالك هي مش مواليه لمجلس اداره نادي الزمالك، هي موالية للمعارضة اللي هي ضد رئيس نادي الزمالك. فمن هنا بيجي الرأي العام بيتكون أو بيتشكل. يعني تخيل إحنا النهاردة لو أنا طلعت النهاردة ما دفعتش عن المستشار مرتضى منصور ودفعت عن ممدوح عباس أو حسين لبيب، هل هتفتكر إن الناس دي هتهاجمني بنفس الصورة دي؟ لا مش هتهاجمني. ليه؟ هما مواليين للشخص ده او مواليين للمجموعه دي. فالاعلام او الاعلام احنا بقى ما بنتكلم على الاعلام، هو فرض علينا ان الفيسبوك كده يبقى اعلام بيوجه راي العام، لكن للاسف ان الفيسبوك كده كانك جبت واحد جاهل احمق واديته ايه مسدس وقلت له خد اتعامل مع الناس، بتخلي واحد جاهل لا بيعرف يقرا ولا يكتب. مع احترامنا للاميين انا بتكلم الجاهل، الجاهل اللي هو لا يفقه شيء في امور الحياه، وتقول له قول رايك ويطلع زي ما بيطلع زي ما هو بيبقى في الشارع اي كلام بيقوله بيكتبه، وانت مفروض عليك ان انت تقرا الكلام ده، مفروض عليك ان انت تشوف الناس اللي هي اللي هي المفروض مش مؤهله ان هي تكتب او ان هي تتكلم ان هي تتعامل معاك بالشكل ده. وعشان كده اتعمل المجلس الاعلى للاعلام عمل شروط معينه يعني او اجراءات ضد الصفحات اللي هي بتخرج عن النص، وبرضو المحكمه الاقتصاديه والنيابه الاقتصاديه برضو حطت معايير معينه لمعاقبه المجرمين. الاسنت الفيسبوك ده دلوقتي اللي بيكتب عليه ده مش صاحب راي، لا ده فئه مجرمه. يعني انا مش عايز اقول لك مثلا انا الحلقه اللي قبل اللي فاتت دي انا على تليفوني ده جالي كميه شتايم، انا عملت بص انا عملت 360 بلاغ، 360 بلاغ في النيابة العامة ضد أصحاب التليفونات دي. ليه؟ أنا ما بسيبش حقي. كل واحد تجاوز أنا خدت إجراء قانوني ضده. فأنا بكلمك النهاردة أنت
والصفحه اللي نشرت تليفوناتنا انا خدت برضو اجراء قانوني ضد الشخص اللي نشر التليفون في قلب الصفحه. ما الصفحه دي عملت ايه؟ ما كتبتش ارقام التليفونات، لا، واحد راح داخل ناصح راح كاتب قال لك التليفون اهو بتاع الناس، وبناء عليه بدات تيجي الشتايم لاعضاء مجلس الاداره وللصحفيين وكاننا احنا في غابه. لا، احنا في دوله قانون واحنا بيحكمنا القانون وعارفين ناخد حقنا ازاي بالقانون، وكل واحد تجاوز يحاسب على تجاوزات اللي اقدم عليه. فمن هنا الاعلام بيتشكل بصوره خاطئه. فلما تيجي تعامل مع نادي الزمالك انا وضحت لك ليه التعامل مختلف، وانت تبقى بتقول نادي الزمالك، لا، هي القصه مش زمالك واهلي. لو الامور فير هتلاقي في ناس مؤيدين للزمالك وناس مؤيدين للاهلي، صفحات بتدافع عن الزمالك، صفحات بتدافع عن الاهلي. ليه المعادله مختله؟ عشان في مجموعه يعني بتزعم ان في مجلس الاداره المنتخب ده خاطف نادي الزمالك. فالمجموعه دي اللي كل شويه تقول لك ده في مجلس اداره خاطف نادي الزمالك بتحارب وبتقاتل. واعلن ده حسين لبيب على صفحته الخاصه في بيان قال ان انا بيرتب يعني اللي بيقوله ده مخالف للقانون، برتب مع مجموعه وبنعمل وتحركات وعشان نرجع الزمالك من المجموعه اللي خاطفاه. فالمتصور او المعتقد ان في مجلس اداره، المجلس الاداره المنتخب ده خاطف نادي الزمالك هو تفكير خاطئ، فاكيد تصرفاته كلها خاطئه. فعشان كده انت بتلاقي فيه النزاع، بتلاقي فيه ناس بتهاجمنا هنا، بتهاجم نادي الزمالك، بتهاجم يعني لو الزمالك عمل ماتشات في البطوله العربيه لكره القدم، الهجوم على الفرقه، الهجوم على اللعيبه، الهجوم على الجهاز الفني، الهجوم على رئيس النادي. لما الزمالك يخرج من البطوله هجوم برضه. الزمالك ما سافرش البطوله العربيه، مش هيسافر لظروف، هجوم على رئيس النادي وهجوم على مجلس الاداره. الزمالك هيسافر، هجوم برضه. طب الزمالك جدد للاعيب، هجوم. الزمالك ما جددش للاعيب، هجوم. هنا المعادله المختله اللي انا بقول لك عليها. استاذ مصطفى، الاعلام بتشوفه ازاي برضه وتاثيره على نادي الزمالك والضغط اللي دايما بيكون على نادي الزمالك في ظل الظروف اللي بيمر بيها النادي؟ وللاسف الشديد هو اعلام سلبي، يعني اعلام بياخد من اتجاه واحد فقط. وانا يمكن هديك امثله كتير على الكلام ده. لما مثلا عمرو اديب بيطلع في البرنامج بتاعه وبيتكلم على اي مشكله خاصه بنادي الزمالك، بيجيب مين؟ هل بيفكر ان هو يجيب حد من مجلس اداره نادي الزمالك؟ ما بيجيبش. هل بيفكر ان هو يجيب مثلا مدير فني، يجيب مدير كوره يتكلم عن نادي الزمالك؟ لا، ما بيجيبش. بيجيب مين؟ بيجيب حد معارض. بيجيب مجموعه معارضة، فبيبقى احنا في اتجاه واحد، اتجاه الرأي الأوحد، ان انت لا يقابل بالاتجاه التاني اللي هو ممكن يرد على الكلام المغلوط اللي بيطلع. فهو بيدي فرصة لاتجاه واحد لتحقيق غرض هو في نفسه، لتحقيق الغرض دوة ان هو خلاف ما بينه وما بين مثلا رئيس نادي الزمالك، او ان هو عايز يظهر ان مجلس إدارة الزمالك في موقف سلبي، او ان هو عايز ان هو يولع في نادي الزمالك. احمد موسى نفس الشيء، لما برضك بيحاول ان هو يتكلم على اي حاجه خاصه بنادي الزمالك بيجيب مين؟ معارضين. حتى الصحفيين او حتى الزملاء النقاد الرياضيين اللي بيجيبهم برضك بيبقوا واخدين موقف معين من مجلس اداره نادي الزمالك او ضد نادي الزمالك. لما محمد ناصر اللي هو هربان بره واللي هو ضد الدوله واللي هو احد الناس اللي هم بيدعوا الارهاب، لما يجي يشكر بيشكر في مين؟ يشكر في ناس بتهاجم مجلس اداره الزمالك، ويجيبهم بالاسم ان دول هم دول بقى القدوه وان هم دول الناس الجريئه وان دول كذا. لما جت المشكله بتاعت المحامي بتاع ممدوح عباس لما خرج وقال لك النادي تم رفع الحجز عنه، ايه اللي حصل؟ كل المواقع بلا استثناء، القنوات الرياضيه خدت ايه؟ خدت الاتجاه دوت ونقلت التصريحات بتاعته. طب لما طلع مصطفى منصور بفيديو مدعم بالمستندات وكشف الحقيقه قدام الراي العام كله، وكشف الادعاءات الكاذبه اللي هي صدرت عن محامي ممدوح عباس، مين اللي خد؟ ما فيش اي قناه خدتها، ما خدتهاش غير قناه الزمالك فقط. طب المواقع اللي هي اتكلمت على محامي ممدوح عباس ما خدتش هذه التصريحات اللي هي صدرت عنه، ما خدتش المستندات، يعني التاني اتكلم ببيان وده والمشهد طه منصور اتكلم بمستندات بتدل ان ما فيش حجز اتشال. لما بتيجي تتكلم مثلا على موضوع الأزمة الخاصة بعدم السفر للسعودية اللي هو طبعا المشكلة اتحلت،
هتلاقي يجيب مين؟ هتلاقي يجيب مثلا حد من اتحاد اليد، يعني مثلا جاب عمرو صلاح وطلع اتكلم من 1 2 3 4. طيب ما تجيب حد من مجلس اداره نادي الزمالك، تجيب مثلا استاذ احمد مرتضى او اللي هو مشرف عمل العاب الصالات يتكلم هو اخر، يقول لي المشكله ايه، يقول الحلول اللي بنعمل ايه والاجراءات اللي احنا بنعملها ايه. لا ما فيش اي حد من القصه دي. فانت بتركز دايما على الناس اللي هي المغرضه. يعني انا هختلف مع اخويا ايهاب، دول مش معارضه، لان المعارضه دي دايما يعني مفهوم المعارضه عندنا ان انت بتقدم حلول، ان انت بتعارض اللي هو موجود في الكرسي، ولكن في نفس الوقت بتقدم حلول وبتبين ان انت فعلا بتحب نادي الزمالك او بتحب المكان اللي انت بتتكلم عنه، فانت خايف عليه، فانت بتعارض عشان تصحح اوضاع مثلا خاطئه. تمام، ومفيش اوضاع خاطئة. فدول انا بعتبرهم ان هم مغرضين وليس معارضين، برضك بيطلعوا يتكلموا ويستغلوا العلاقات. الناس اللي هي بتستغل بعض الناس اللي هي بتطلع عندها قنوات خاصه وبيمولوهم وبيحاول ان هم يدوم اخبار كاذبه على نادي الزمالك. يعني واحد يطلع يقول لك مثلا ده خلاص يا جماعه على 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 مسؤوليتي مثلا فتوح وقع على النادي الاهلي. طب انت جبت منين الكلام ده؟ وهل هو فتوح ممكن يوقع على النادي الاهلي في التوقيت ده وهو لسه عقده لسه مستمر لمده موسم ونص؟ نادي الزمالك مش عارف الموظفين ما قبضوش بقالهم مش عارف 3 شهور، والموظفين مثلا يكونوا لسه قابضين ومخلصين. فللاسف الشديد الاعلام لا يتعامل بحياديه مع نادي الزمالك، وانما يرى اي بيدور على اي مشكله صغيره وينفخ فيها ويخليها قد البالونه الكبيره بواسطه الناس اللي هي كارهين لنادي الزمالك وما بيحبوش نادي الزمالك ومش خايفين على نادي الزمالك، وبيطلعوا فقط ببيانات يقول لك الزمالك اولا. اولا ازاي؟ يعني الزمالك اولا، ما هو الزمالك اولا فعلا، يعني الزمالك اولا فعلا رغما عن انف اي حد، الزمالك هو رقم واحد. والمستشار مرتضى منصور لما طلع في الفيديو الاخير قال لك انا انسان، انا يعني ما توقفش في ظهر انا ولكن اقف في ظهر النادي. فانت بتطلع زي ما ايهاب بيقول، يعني انت بتقول لك الزمالك مخطوف، هل مخطوف من يعني هل انتخاب مجلس من الجمعيه العموميه باراده الجمعيه العموميه حضر حوالي 50,000 عضو او اكثر او 60,000 عضو في الجمعيه العموميه الاخيره اكبر جمعيه عموميه في تاريخ الانديه كلها، وانتخبوا مجلس والقائمه كلها نجحت، يبقى مخطوف؟ لا، ده الزمالك بيتخطف من اللجان وليس من المجالس المنتخب. استاذ محمد، دور الاعلام وطبعا الهجوم اللي بيحصل على نادي الزمالك بتشوفه ازاي؟ طيب مبدئيا انا عايز افرق ما بين الاعلام المرئي والاعلام المكتوب، لان احنا عندنا اعلام فضائيات وعندنا صحف قوميه وصحف خاصه ومواقع. النهارده الاعلام المرئي لو احنا بنتكلم عليه هو في اعلام عام واعلام فئوي، والفئوي هو قناتي فقط الاهلي والزمالك. طبعا انا مش هطلب عمري ابدا من قناه نادي الاهلي انها تعرض مشكلات الزمالك او تدافع عن نادي الزمالك. اذا خلينا في الاعلام العام. الاعلام العام اللي هو المفروض اعلام محايد والمفروض ان هو يكون على مسافه واحده من كل المؤسسات الرياضيه سواء انديه او اتحادات، الطبيعي ان نادي او قلعه رياضيه بحجم نادي الزمالك يكون ليه مساحات كبيره في كل البرامج الرياضية أو البرامج العامة يتم من خلالها عرض مشكلات نادي الزمالك، تناول أخباره، عرض الأزمات والحديث عنها مع مناقشات مفيدة تفيد مجلس الإدارة من خلال تقديم الحلول. وانت النهاردة عشان تيجي تناقش مثلا أزمات أو قضايا نادي الزمالك، أكيد الأخوة اللي بيكونوا حاضرين كضيوف في الحلقة أو مقدم البرنامج لازم في نهاية المناقشات يقدم حلول. دوت الإعلام المحايد الطبيعي اللي بيساند وبيقف على مسافة واحدة من كل المؤسسات الرياضية. ولو طبعا في فرصة لاستضافة عضو مجلس إدارة سواء من خلال مداخلات تليفونية أو من خلال وجوده كضيف في البرنامج، ده يكون في قمة الحيادية، لأن هو بيدي فرصة للمجلس إن هو يعرض بشفافية وجهة النظر الخاصة بالإدارة الشرعية المنتخبة من الجمعية العمومية. إنما لو أنت تجاهلت كل دوت وفقط ركزت على المشكلات والأزمات دون طرح الحلول أو دون مناقشة عادلة لأسباب الأزمة والمتسببين فيها، يبقى دوت نحط تحتها خط ونقول إن دوت إعلام صاحب أهداف خبيثة. مش مسألة بقى أجندة، لا، أنت جاي علشان تعمل زي نقطة ضوء كده على أزماتي من غير ما تتكلم عن سبب الأزمة أو الحلول أو الجهد اللي أنا كمجلس إدارة بعمله علشان أتجاوز هذه الأزمة وحلها وأعدي منها وأشوف بقية مناحي النادي. إذا أنت هنا إعلام موجه أو إعلام غير محايد. طيب النهاردة لما نيجي نقول إن في قنوات فضائية
بتستضيف هنسميها زي ما انا معتاد اللي هي المعارضه الخادعه، هي مش معارضه، هي معارضه خادعه على الورق فقط، انت بتتعمد ان انت تستضيفها، وانا مش هحجر على طبعا حريتك انت تستضيفها، من حقك انت تستضيف المعارضه، انما من حق نادي الزمالك وواجبك المهني انك انت تستضيف مجلس الاداره، تديله نفس المساحه علشان يرد من وجهه نظره، يرد بالحقائق. النهارده احنا زي من شويه في الفقره فاتت اتكلمنا، قلنا ان تقريبا في توقيت العصر كل المواقع الالكترونيه طلعت بخبر انسحاب نادي الزمالك من البطوله العربيه. الخبر ده جه منين يا محمد؟ هو نادي الزمالك طلع تصريح واحد قال احنا مش هنشارك في البطوله؟ هو نادي الزمالك طلع اي حاجه فيها مؤشر لفشل كل المحاولات والفريق هينسحب من البطوله العربيه لكره اليد ومش هيشارك فيها؟ اذا هناك من يبث هذه الاخبار وتعمد نشرها، وفي مواقع للاسف لا تتحرى الدقه انها بترجع للمصدر الاساسي وتتاكد من صحه المعلومه سواء من مجلس الاداره او عنده جهاز اداري لفريق كره اليد، كان ممكن بمكالمه صغيره يتاكد من صحه الخبر بدل ما ينزل خبر كاذب، لان كل مواقع للاسف بعدها باربع ساعات نشرت او بعضها نشر خبر حل الازمه وصفر البعثه الساعه 2 الفجر فجر غدا ان شاء الله، والنهارده او فجر اليوم بعد ان احنا بينا بكره، وهم هيشاركوا في البطوله العربيه. هو دوت اللي احنا بنتكلم فيه في التناول الغير محايد، التناول الاعلامي، هحطه من بين قوسين كده كلمه الخبيث، لان انت طالما انك انت بتركز على الاخبار السلبيه عندي من غير ما ترجع وتستفسر او تتحرى الدقه من المصدر الاساسي، انت عندك اهداف غير سويه. طيب لو جينا بصينا على الاعلام المكتوب يا محمد، هل نادي الزمالك بيعاني من الاعلام المكتوب زي ما بيعاني من الاعلام المرئي؟ الاجابه لا، خدها مني كده قولا واحدا، عندك الصحف القوميه، عندك الصحف الخاصه، كلها بتلتزم الحياديه وال او هنقول السواد الاعظم، عشان في بعض الجرايد كانت بتخرج عن النص، انما السواد الاعظم هنتكلم عن 95% كلهم بيتحروا الدقه في لغه الحوار ولغه مخاطبه الجمهور ومجلس الاداره، بتناولوا الاخبار نادي الزمالك بنوع من انواع الحياديه المحترمه المهنيه، ده ليه؟ لان في حاجه اسمها نقابه صحفيين بتحاسب كل الصحف، في حاجه اسمه المجلس الاعلى للصحافه بيحاسب كل الصحف بالصحفي برئيس التحرير اللي كاتب الخبر. طب النهارده اذا لقينا ان في جهات بتحاسب، ليه وزاره الاعلام ما بتحاسبش القنوات الفضائيه اللي هي المفروض بتتبع ليها بنفس القوه وبنفس المعايير والدقه اللي بتطبقها نقابه الصحفيين؟ انا عندي حاجه، انا في ميثاق شرف وفي قسم اقسمناه قبل ما نخش نقابه الصحفيين، ان انا لما اجي اكتب كلمه لازم اكون بتحرى الدقه وبعامل ربنا وضميري قبل اي شيء ولا مواربه لاي مصدر من المصادر، وكلنا على مسافه واحده من الجميع، والصحف موجوده. الصحف موجوده ليه؟ لانها تتوثيق، محدش يقدر يخدع. لو واحد كتب كلمه على صفحه التواصل الاجتماعي او لجان الكترونيه في منتهى البساطه ممكن اتنصل منها واقول دي مش صفحتي، ممكن يهاجمك على صفحته الموثقه ويقول لك اصل اتهكرت وتهاجمت، انما الصحف هي موثقه لا فيها تهكير ولا فيها حد يبسطوا عليها ولا اي حاجه، عشان كده بنتحرى الدقه ألف مره، والكلمه بتتراجع من 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 مراقب ومراجع وديسك وكل القنوات الصحفيه قبل ما بتوصل للقارئ، لان انا في النهايه بخاطب القارئ، بوصل له باللغه المحترمه اللي هو طليق بيه، انما الفضائيات النهارده للاسف اللغه اصبحت يعني شيء غير مقبول بالمره. للاسف القائمين او المسؤولين على هذه الفضائيات لا يحاسبوا المسؤولين عن البرامج الرياضيه، لو كان في حساب وكان في ايقاف لبرامج وفي عقوبات، كل العقوبات او كل الايقافات بتيجي ليه؟ لان بيتقدم بلاغات من النادي ومجلس ادارته ضد البرنامج، انما كنت اتمنى ان الوزاره نفسها وزاره الاعلام اللي هي مسؤوله عن هذه القنوات الفضائيه هي تقوم بالدور قبل ما انا اشتكي. هو دوت المفروض مفهوم الاعلام. طبعا مجلس الاداره ما عندوش طبعا السبيل الوحيد ليه هو قناته الرسميه الشرعيه اللي من خلالها بيوضح وجهه نظره بصوره فيها منتهى الشفافيه وفيها صدق، لانها كلها بالمستندات، وزي ما زمايلي عرضوا قصه مساله الحجز على الارصده، محامي الاستاذ ممدوع عباس خرج وقال انا ما عنديش، انا رفعت الحجز، كل القنوات كل المواقع نقلت الخبر. طب لما طلع استاذ مرتضى الراجل طلع وودى المستندات القنوات كلها، لا اسمع لا ارى لا اتكلم، الكل بيقف ضد نادي الزمالك، ودوت بالمستندات او
بالواقعه وفيديوهات الفيديوهات اللي موجوده، الكل ممكن يرجع لكل البرامج ويشوف بنفسه. علشان كده في اخر لقاء الاستاذ مرتضى جمعه بمجلس الاداره في الجلسه الوديه، كان حديثه ليهم قال لهم ايه؟ اي حد من اعضاء مجلس الاداره عنده وجهه نظر او عنده تصريح اعلامي عنده قناه النادي، لان ما عادش في ثقه في عند المجلس في القنوات الفضائيه بشكل عام الا في قناه نادي الزمالك. استاذ ايهاب، المستشار برضو قال وصرح يعني في الجلسه ان فيكي اجتماع مع الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه. دور الوزير الفتره اللي جايه مع الازمات اللي بيمر بيها نادي الزمالك شايفها ازاي؟ لا يا طبعا، يعني احنا وزاره الشباب والرياضه هي بتبقى واقفه على مسافه واحده من كل الانديه، هي الجهه الاداريه المنوطه بتنظيم العمل الرياضي سواء في الانديه او مراكز الشباب. انا شايف ان يعني اتمنى ان لائحه نادي الزمالك يتم تعديلها، يبقى في اجراءات ميسره لمجلس اداره نادي الزمالك لتعديل اللائحه اللي تخص نادي الزمالك. ما ينفعش نادي الزمالك يبقى هو النادي الوحيد في مصر اللي شغال باللائحه الاسترشاديه اللي اتعملت في وقت من الاوقات عشان الناس تسترشد بيها وتعمل اللوائح الخاصه بيها. اتمنى يبقى في نوع من المرونه خلال الفتره الجايه من وزاره الشباب والرياضه، عشان نادي الزمالك يعني جه الوقت ان نادي الزمالك يبقى ليه اللائحه الخاصه بيه، لان ده امر يخص اعضاء النادي ويخص اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، ان انت في اللائحه دي هي مساق العمل داخل نادي الزمالك. يعني عضو الجمعيه العموميه لنادي الزمالك من حقه يبقى ليه اللائحه الخاصه المنظمه ليه، مش من حقه يعني ما ينفعش يملى عليه لائحه استرشاديه تم يعني تقديمها لكل الانديه عشان يبصوا على تختار منها البنود اللي تتماشى معاك، وبعد كده خلاص اللائحه دي ما لهاش وجود، خصوصا نادي الزمالك كان ليه لائحه وتم الغائها برضو في ظل وجود المجالس المعينه اللي تعاقبت على مجلس على اداره نادي الزمالك خلال يعني بعد تجميد مجلس اداره نادي الزمالك سنه 2021. استاذ مصطفى، يعني شايف الجلسه اللي هيعملها المستشار مرتضى مع الوزير دي هتكون اكيد هادفه المفروض يعني كلنا منتظرينها، شايف دور الوزير الدكتور اشرف صبحي ازاي يتعامل ازاي مع ظل الازمات اللي موجوده مع نادي الزمالك؟ هو يمكن في تواصل مستمر بين المستشار مرتضى منصور والدكتور اشرف صبحي، في تواصل في كلام على كل شيء يخص النادي، بدليل الموضوع اللي قلت لحضرتك عليه اللي هو الاقتراح اللي عرض في اجتماع الود اللي حصل في منزل المستشار منصور بالنسبه للقرض، وان وزاره الشباب وافقت على القرض. ولكن طبعا انا كنت بتمنى طبعا ان موضوع اللائحه دي زي ما ايهاب قال ان يمكن نادي الزمالك هو النادي الوحيد اللي ماشي على اللائحه الاسترشاديه، يعني يمكن قانون الرياضه طالع بقاله 5 سنين، ويمكن اللائحه اللي هي اتعملت وحضر حوالي 20,000 عضو واعتمدوا هذه اللائحه واعتمدت وتم نشرها في الجريده الرسميه، وكانت يمكن لائحه بتغطي كل الامور الخاصه بنادي الزمالك، ومنها يمكن العضوات الاستثنائيه، منها حاجات كتير، منها ابناء الشهداء واسر الشهداء بالنسبه للجيش والشرطه واشياء اخرى كثيره جدا، وتم اعتمادها. فيتم يرفع ممدوح عباس يرفع دعوه يعني يقدم شكوى لمركز التسويه والتحكيم وتلغى من مركز التسويه والتحكيم. طبعا ده كان خطا كبير جدا، خصوصا ان المحكمه الاداريه العليا نفسها يمكن اصدرت حكم بعدم قانونيه او بطلان مركز التسويه والتحكيم في التشكيل بتاعه. فنادي الزمالك اشمعنى نادي الزمالك الوحيد اللي هو ماشي باللائحه الاسترشاديه؟ جميع الانديه لها لوائح، حتى النادي الاهلي، نادي اسماعيل، كل الانديه لها لوائح، من عاده نادي الزمالك يتقدم حوالي 3-4 مرات في الفتره من بعد انتخاب مجلس اداره ان يتعمل جمعيه عموميه غير عاديه، عشان هيعتمد نفس اللائحه، يعني نفس اللائحه القديمه اللي هي موجوده، معنى ان هي اعتمدت من الجهه الاداريه واعتمدت من اللجنه الاولمبيه ونشرت في الجريده الرسميه، ان الكل كان موافق عليها، ان هي ما كانش فيها اي مخالفات تماما، بالعكس هي كانت في صالح اعضاء الجمعيه العموميه. ويمكن كان تطبيقها كان المستشار مرتضى لما في الفتره الاخيره كان بيوافق على بعض بنود هذه اللائحه على مسؤوليته الخاصه للتسهيل على اعضاء الجمعيه العموميه. فانا اتمنى الفتره الجايه دي ما يعني خلاص ده نادي الزمالك، يعني نادي الزمالك ده مش نادي من بره، ده نادي الزمالك، ده نادي كبير، نادي فيه اعضاء جمعيه اعضاء محترمين، يمكن حوالي 300,000 عضو موجود داخل الزمالك كلهم منتظرين هذه اللائحه. فنرجو من الجهه الاداريه في الفتره الجايه ان هي يعني توافق على عقد هذه الجمعيه العموميه غير العاديه
لصالح نادي الزمالك عشان يكون زيه زي الانديه الاخرى. مش معقول يكون نادي الزمالك الوحيد اللي ملوش لائحه وان هو ماشي على اللائحه الاسترشاديه اللي هي عملتها اللجنه الاولمبيه وكانت مديه فتره معينه عشان تتعمل كل نادي يعمل اللائحه الخاصه بيه، ونادي الزمالك عمل اللائحه الخاصه بيه فعلا وتم اعتمادها من جمعيه عموميه وتم اعتمادها من الجهه الاداريه وتم اعتمادها من اللجنه الاولمبيه وتم نشرها في الجريده الرسميه. محمد بتشوف دور وزير اشرف صبحي ازاي في التعامل معاه؟ طبعا احنا بنوجه طبعا في البدايه كل التحيه والتقدير للدكتور اشرف صبحي لان هو طبعا على تواصل دائم مع الاستاذ مرتضى منصور وعايش الاحداث داخل نادي الزمالك وبيحاول قدر المستطاع طبعا ان هو يساهم في حل المشكلات والمعوقات طبعا بما لا يخل بالقانون او اللوائح يعني. بس طبعا كون ان في جلسه قادمه اذا تصدر فيها اكيد قرارات وطبعا الجمهور مستني ايه هي نتائج الجلسه. اعتقد طبعا هنا اول حاجه طبعا هي مساله الهروب او الحلول الغير تقليديه مثلا للازمه الحاليه بالموافقه على القرض اللي النادي طلبه لان هيصب في الانشاءات جوه فرع 6 اكتوبر، هيصب في تسديد بعض الديون المحليه لبعض الاتحادات لان انت النهارده طلع يعني انت النهارده بخلاف مديونات اتحاد الكره اللي تم تسويتها وتم كود القائمه الحمد لله، عندك ديون في اتحاد كره اليد، عندك كره السله ايضا الدكتور فريخه اعلن ان في مديونيات. اتمنى ان الدكتور اشرف يكون في تدخل لدى الاتحادات بشكل مباشر ان يكون في مرونه في التعامل مع ازمات وديون نادي الزمالك. ليه؟ نادي الزمالك عنده ازمه وهو عنده عذر قهري. النادي الزمالك لا يتهرب من مسؤوليته او من ديونه ولكن عنده عذر مش قادر ان هو يوفي الديون كلها في توقيت واحد بسبب الحجز على الارصده، فيكون في نوع من انواع المرونه بما لا يخل بالقانون او باللوائح في التعامل مع ازمات وديون نادي الزمالك. طبعا مساله اللقاء دوت اكيد لازم هيكون على راس المناقشات كما توقع وزي ما قال زملائي دلوقتي ايهاب ومصطفى قصه اللائحه الخاصه بنادي الزمالك. نادي الزمالك نادي مش صغير، نادي الزمالك نادي كبير جدا ولما اقر وتم نشر لائحته الخاصه في الجريده الرسميه وتم العمل بها الكل كان عارف حدود مسؤولياته جوه النادي، ده كانت كل اللائحه بتصب في صالح الاعضاء والجمعيه العموميه وتعظيم دورها، مش معقول ان انا ارجع لورا واستخدم اللائحه الاستشهاديه اللي هي المفروض تحط لي الخطوط الرئيسه فقط وانا بعد كده احط التفاصيل الخاصه بالنادي وفق طبيعه الاعضاء وطبيعه النادي سواء هو نادي اجتماعي فقط او اللي هو مؤسسه رياضيه بتجمع ما بين المنافسه على البطولات و ايضا بتقدم الخدمات الاجتماعيه. نتمنى طبعا يكون هو اجتماع كله اخبار سعيده للجمهور ويكون فيه حلول جذريه لكثير من مشكلات نادي الزمالك. استاذ ايهاب لو هتقول رساله كده لمجلس اداره نادي الزمالك تقول لهم ايه؟ يعني انا بنقول لهم طبعا تكملوا وعلى الطريق اللي انتم ماشيين عليه ويعني من حسن حظهم من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور اللي بيدعمهم وانت شفت في اكتر من ازمه هو واقف رغم انه قال انا برا المشهد. الراجل ما بيدخرش جهد الا بيقدمه، ما تحسش ان هو مش موجود، بيساهم في حل كل الازمات وكل المشكلات الزمالك يعني بيواجهها خلال الفتره الحاليه والفتره اللي فاتت. استاذ مصطفى رساله لو هتوجهها لمجلس اداره نادي الزمالك و تقول ايه؟ يعني عايز كلام كده يعني يطلع بقى من القلب زي ما انت عاوز. لا يعني طبعا يمكن ربنا يكفيهم شر لطفاء المظهر خبثاء النوايا. ربنا يكفيهم شر لطفاء المظهر خبثاء النوايا. يعني الناس اللي هي بتحارب مجلس اداره دول الناس احنا عندنا مجلس اداره محترم ورئيس نادي محترم والناس كلها بتشتغل لصالح نادي الزمالك ويمكن زي ما قلت لك ان هم مش ساكتين بيحاولوا بقدر الامكان وبينحتوا في الصخر عشان يحلوا كل الازمات اللي هي موجوده بحيث ان يبدا موسم قوي وموسم جديد ومش ممكن يعني نادي الزمالك ده انا مش فاهم يعني هي الناس عايزه منه ايه؟ احنا بنطلع من مشكله نخش في مشكله نطلع من مشكله، الناس مش سايبه الناس تشتغل والناس مش سايبه الناس في حالها ان هم يحاولوا ان هم يجدوا حلول وعاملين عليهم يمكن ضغوط ويمكن الاخبار والشائعات الكاذبه دي هي الافه اللي بيعاني منها نادي الزمالك في الفتره الاخيره. فربنا يوفق طبعا مجلس اداره ويوفق المستشار مرتضى منصور في خلال الفتره الجايه دي ان شاء الله ان هم يبثوا لنا ان شاء الله يكون اخبار سعيده
للنادي ويقوم تاني قوي بعيدا عن مش المعارضين المغرضين. استاذ محمد، ايه الرساله اللي حضرتك توجهها لمجلس اداره نادي الزمالك؟ وقبل ما اوجه لهم رساله هم صعبانين عليا، يعني ده المجلس ده عنده رقم قياسي من الاعداء والمتربصين والصفحات الماجوره اللي بتهاجمهم. انت لو جمعت مجالس اداره نادي الزمالك منذ بدايه نشاه النادي حتى يومنا هذا وجمعت كل الاعداء لكل المجالس الادارات هتلاقيهم واحد على مليون من عدد اعضاء المجلس الحالي لوحده. المجلس دوت يعني انا مستغرب ومستعجب ليه كل الناس متكتله ضده من وللاسف من المنتسبين لنادي الزمالك يا محمد. يعني للاسف كل مشكلات نادي الزمالك جايه من قلب النادي، سواء اللي رفعوا قضايا عشان يلغوا اللائحه الخاصه بالنادي، سواء النادي الناس اللي رفعت قضايا عشان يحلوا المجلس او يعزلوا رئيس النادي او يعني كل المشكله او الحجز على الارصده كلها من المنتسبين للنادي. طبعا احنا قلوبنا كلهم معاهم، بندعو لهم بالتوفيق وان هم يقدروا ان هم يعدوا كل الازمات وان هم يكونوا صامدين ويوقفوا النادي على رجليه ويقدموه للجمهور دايما منتصر اصحاب القاب وبطولات زي ما الجمهور دايما اتعود من نادي الزمالك. شكرا، شرفتوني ونورتوني. الحلقه خلصت معاكم بسرعه. استاذ ايهاب بشكرك، شرفتني ونورتني. ربنا يخليك، ربنا يخليك. استاذ مصطفى بشكرك، شرفتني ونورتني. شكرا يا سير. استاذ محمد بشكرك. شكرا يا محمد، اشكرك. حلقتنا خلصت، لكن لسه رسائلنا لسه هنقولها دايما وهنوجهها دايما لمجلس اداره نادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه. كلنا مساندين، كلنا وراكم في اي حاجه، كلنا هنكون خلف مجلس ادارتنا المنتخب من قبل الجمعيه العموميه اللي ليها الحق الاصيل في اختيار المجلس اللي هي شايفه ان هيحقق طموحاتها واحلامها الفتره القادمه. بكره ان شاء الله حلقه جديده من زملكاوي. تصبحوا على الف خير.